عنكم ده حضرات فتى النيل الابيض البطل العالمي ست رامبو ابولو اللي لف حوالين العالم بالموتوسيكل بتاعه بيلعب العاب ناريه على الموتوسيكل البطل العالمي ست ابولو رامبو. ودلوقتي يا حضرات هنلعب لعبة الموتوسيكل الخطيرة الرجاء اطفاء السجاير والحفاظ على الامن والامان والنظام هنا. سليم الحمد لله سليم. ايه مالك يا سيدي؟ اي حاسب بالله بس مالك يا سيدي؟ قادر اهي كده. لا حلو قوي. بيتك كنت هتودينا في داهيه. ما هو بتاع الصبيح على ميه. ايه اللي عملته في الموتوسيكل ده يا بلدي؟ الحمد لله سليم الموتوسيكل 100 سليم والكلاكس شغال بس احنا اللي بايظين. انا عايز موتوسيكل سليم والعجله الدبليه اتكسرت. لا طب خد رجل عبد العزيز الورانيه. ازاي رجل؟ انا ما عنديش ستيبل. ما انت عارف وبتتاريه كمان. انا هروح فيكم في 60 داهيه قدام على اسم نصابين حراميه. اوعى تقول حراميه نصابين. معقول؟ لكن حراميه حزاك. اخرس انت تخرس. ايوه بيقول لك انت تخرس. انا تخرس انت بالذات اللي تخرس. سعادتك عايز مين في اللي يخرس؟ ما ترسلك على بره عشان نبقى حلوين مع بعضينا. الشنكمانات يلا. لا لا شنكمات. لا احنا لا مؤاخذه ما نضربش بالشنكمات. فاهمني ولا لا؟ فلوسك تاخدهم على الجزمه القديمه قدام الرجاله. معاك كام عم عزيز؟ معايا اللي معايا. قول لي معاك كام؟ عشان راجل. الموتوسيكل بكام؟ الموتوسيكل لا يتكلف برضه اليومين دول. انت معاك زي اللي معايا؟ معايا زي امبارح. انت عملت زي امبارح. بس الواد عباس. الواد عباس ما هو هجيب لك الفلوس هنا علشان هو معاك. وعباس جاي جاي جاي, جاي وهتاخد فلوس. الله عباس اهو تعالى. شايف هندية؟ اشكرك بيوم يا امير. الحساب يا فندية. احنا خارجين ايه؟ احنا حاطين. اطمن على حسابي فيها ايه دي؟ ما لسه سمون ضاربني دلوقتي في 120 قرش وانا يوميتي كام؟ دي مراتي هتولد. اديله وسافر عليك يا ستة. الله 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 الله. خد خد مستاهل. اوكي استنى. انت بتقول مراتك هتولد؟ توأم. يلا بر مراتك وتوأمك. مخرب بيتك يا ستة. دول اللي معانا. معلش بكرة طفرة يا جديد. الله يا جدع ده ما عندوش لا ست ولا عيل ولا توأم ولا حاجة. ده هيسكن بيهم. احنا ما حدناش الأضب. احنا خارجين شغل. اسكت يا زيزو. المهم دلوقتي إن أنا فكرت في شغلانة هتكسبنا ذهب وبعيدا عن كل مخاطر. بس أنت اسمع كلامي. تصدق بالله؟ نعم بالله. أنت هتوديني في داهية. هنلعب. ودلوقتي يا حضرات دلوقتي يا حضرات عايز منكم راجل شديد يكون واضع من سرسوب امه. فين يا حضرات؟ مفيش راجل؟ مفيش فيكم راجل؟ انت راجل؟ لا انت عايز لك فنطاسين محلول الجفاف. اطلع. انا عايز راجل. عايز راجل. راجل مش دستة. انت راجل؟ انت راجل؟ طبعا راجل. راجل ولا مش راجل؟ راجل والف راجل. قوم اسمك ايه؟ اسمي عبد الستار الجعيص وبحق وحقيقي. الاخ عبد الستار واقف قدامنا. انت دفعت كام؟ دفعت 5 ريال. انا سيد الرجال. سيد الرجال دفع 5 ريال تسقيف على ريال. البطل ده هيكتفني بالسلاسل. تعرف تكتفني؟ اكتف اهلك. اتفضل كتفني. كتفني بالسلاسل وعايز السلاسل تتلف على لحمي لحد ما يبك منها الدم. اوي تسيفه.
جنرال الدبل. يا رب يا وي، من قال يا رب غاب، ومن قال يا عبد ندم بعون الله. كيف منيلة مبرك يا وي يا وي. صلي على النبي. صلي صلي يا صلي يا صلي يا صلي يا صلي يا. ايه طمني كام سيدي؟ 19 ونص. حلو رضا، انا مش قلتلك البالي هتلعب الايزي؟ ربنا يتم بخير يا ستة. يلا بقى قوم بينا ناكلها لقمتين حلوين. اه ونشرب لنا كاسين برضه. لا كاسين ايه، انا ما اشربش. انا بشرب. الله، انا اسكر وانت تاكل المزه. ودلوقتي انا عايز راجل فيكم ما جابتوش ولاده عشان يكتف العبد لله. انا عايز راجل، انا عايز راجل. مفيش رجاله ولا ايه؟ ايوه هو ده سيد الرجال البطل العضل التمام. هي هيكتف العبد لله. قوم يا ريس، قوم يا حبيبي. روح معانا، روح معانا، روح معانا. يا خليك اسم الكريم ايه؟ اسم الكريم ايه؟ المدب. قوم يا مدب، قوم يا مدب كتفني. قوم المدب هيكتفني. قوم الله يخرب بيتك. وانت عاوز انا بالذات ما نكتفك احنا؟ وده عيب ايه؟ ده باين عليه سكران ولا نايم. مالكش دعوه دلوقتي، هيبقى كويس. قوم. بقول لك ايه، عاملين علينا كومبينه. احنا عاملين لك كومبينه ولا غيره؟ بس روق المنديل شويه، هنبقى 100 100. طب خلاص نكتفك احنا بقى، دام جايين تستلفونا رزقنا ولقمه عيشنا. انا بقى هكتفك تكتيفه عمرك ما شفتها. كاتب واحنا يهمنا. واخرب بيتك. طب انا هوريلك يا حلو، هوريلك يا رب. لازم اكتفك تكتيف عمرك في حياتك ما هتعرف تفك نفسك منها. واخرب بيتك يا ابو عزيز. هشوف يا حلو. حاضر. روحت برجلك. شاد يا اما. واخرب بيتك يا ابو عزيز. روح شاد. يلا بقى بالصلاة على النبي، ورينا هتفك نفسك ازاي. ايه هفك نفسي ازاي؟ انت مش بطل؟ ما تفك نفسك. حاضر هفك. فك. عايز افك من هنا. فك يا قوي. فك يلا. بس ما تقولش هلا. لا حقولها. واطي عشان منظري قدام الخلق برضه. طيب ورينا بقى نفسك يا قوي. واضربتني ربطة غلط. تو عليك وعلى الناس. اي يا رب. الله يخرب بيتك يا عبد العزيز. فين نطتك يا عبد العزيز؟ يا وي العبيط اهو. النور. ايه ايه اللي نزلك دلوقتي يا بطه؟ انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ ابدا مستني متر الانفاق. انا بتكلم جد. ايه قاعد فيها ايه دي؟ طب وايه اللي ربطك كده؟ مزاجي. لا مش مزاجك انت، حد ربطك يا عم سته وادالك بومبا وهرب. وطي صوتك، انت عايز تعملي فضايح؟ امال يعني عامل لي جدع وطلعت بقلب؟ وعلى راي المثل، من بره على الله ومن جوه على مالله. وفين من بره ولا من جوه؟ ما هو متنايم بالسنين. الله يخرب بيتك يا عبد العزيز. فعلا الانسان ما فيهوش غير لسان. انت زعلت مني يا عم سته؟ انا بهزر معاك. لا يا حبيبتي انا زعلان منه هو. مين ده؟ زيزو عبد العزيز الله يلعنه.
بتتسهر كده ونسيبك مربوط وجعان وعطشان؟ خد اشرب. ربنا يخليكي. متشكر متشكر يا بطه، انت بنت حلال قوي. عارفه ليه؟ عشان مامتك ست طيبه وست محترمه وابوكي كمان الله يرحمه. انت هتمسك لي العيله فردا فردا؟ خلينا فيه، هنفكك ازاي؟ مش هتعرف يا بطه. لو شغلت مخي هعرف، بس اكلك الاول. تهديت تعبت ونشف من صباحيه ربنا لحد الليل انا بتعذب، ماشي في الشارع عايز حد يفكني مش لاقي، محدش عايز يفكني، جري ورايا حدفوني بالطوب، اللي قال عليا مجنون خارج من مستشفى المجانين، اللي قال عليا جربان، اللي قال عليا عندي مرض معدي وخايف اتعدي. شكر حبيبتي شكر. انا مش ممكن احسالك جميل ده ابدا. جميل ايه؟ واحده شافت واحد مربوط في الكتف. هي كانت رابطه بعقل، دي كانت خانقه. حط صوتك لحسن حد يعرف ان انت كنت مربوط. رايك ليكي حق. يلا حبيبتي يلا اطلعي عند ماما عشان تستعواك. القعده معاك حلوه قوي يا عم سيف. انت احلى حبيبتي. تعرفي يا بطه لو عملوا لي رسم قلب دلوقتي هيلاقوكي مرسومه جوه عين قلبي. وقلبك ليه عينين؟ اه وعينيا اللي شايفاكي ليها قلب. الله يخرب بيتك. انت كنت فين يا جدع؟ انا كنت بدور عليك. انا اللي كنت فين؟ الله يخرب بيتك، وديتني في داهيه فبحطني خليت رقبتي زي السمسمه، بقيت ماشي من غير سمسمه. خلاص خلاص يا ستة، المهم احنا نشتغل امتى بكره؟ نشتغل تاني؟ مفيش شغل بيني وبينك، انت لو قلت صاحبي ولا اعرفك، انت من سكه وانا من سكه. يهون عليك العيش والملح. انا هشوف لي اي شغلانه تانية اكل منها عيش لوحدي. يلا يلا سكران بيك يا الصوم القديمه. انا بتاع الصوم بيك يا. اشتري دول تفتحنا حليب ان شاء الله. رينا ستي. بسم الله الرحمن الرحيم. اه كويس. لا ده سليم وده سليم ده ممكن. وريني الجزم. لا 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 دول ما ينفعوش دول ما ينفعوش. لا دي لها فردة؟ لا ملهاش. ناخدها. دول ما ينفعوش ودول ينفعوا. ادفع في دول 3 شلن. 3 شلن في عينك وانت حمار. بقى سيب دول وتاخد دول. ما انا حر، دي شغلتي. هتعرفينا شغلتنا وبعدين ليه الاباحه دي بقى على الصبح؟ هتشتريهم بالربع جنيه وانا مش دافع فيهم غير بريزه. هات جتك البلا وانت حمار. الله الله الله، ليه قله الادب اللي على الصبح دي؟ ما انا اقدر اقول لك يا بغلة. ها اخسيه على منظرك. بسم الله على منظرك انت، والله ما بلغدك معاهم. يا باي جكبو سخس. الله ما تصطبي على الصبح يا وليه. ولايه يا عدم النظر. هتخلعي لي كتفي. هتدفع ربع جنيه. هدفع لك نص جنيه واتكل على الله. الاسكندريه العجوزه مدينه نصر جمصه اي سي مراقيا دمياط راس البر بي اي سي اي سي سي اي سي بي اي سي الشركه الام. يميننا في التجاره ويسارنا في الصناعه وعيوننا على التصدير. اي سي يكون دائم فكر متجدد. يلا معلم بعضك. انضض انضض يا معلم بعضك. ايه قد يا معلم اللي انت جايبه ده؟ دي الحاجات القديمة. دي قديمة؟ دي زبالة. والله مش حضرتك عايز الحاجات القديمة الانتيكة؟ انا اي حاجة كنت بشوف فيها الرمق ما كنتش باخدها، انما كنت اخد كل القديم. شوف ده تانك كان سليم قصيته علشان يبقى قديم. اصل بصراحة انا متخمش، اي حاجة لازم تبقى زبالة. معلمنا بيحب الزبالة، والزبالة اليومين دول بتكسب ذهب. انا مش بتاع الزبالة يا بجم، انا بتاع الحاجات القديمة الحاجات المحترمة. وبعدين معاك
انت اشتريت شويه الهلاهيل دول بكام؟ بالفلوس اللي حضرتك اديتها لي يا معلم 50 جنيه. ب 50 جنيه؟ طب ما تسويش 50 مديم يا واد. بقول لك ايه؟ انا عاوز فلوسي وما تورينيش خلقتك هنا تاني. انا ممكن ما اوريكش خلقتي انما ما اعرفش الفلوس بقى ما اوريلكش، يعني انا معيش اجيبها لك منين؟ لا انا عاوز فلوسي. اجيبها لك منين يا معلم؟ انا هوديك في داهيه مديل على وصل امانه ومعايا صوره البطاقه. ولا يا علي يا حسين هات السوم يا واد. الساعه معاك كام؟ ساعه كده. طيب يا ستة ارحمونا مش كده؟ كل يوم كفته كفته كفته، مفيش يوم بطاطس ابدا. والله هتعملوها روح قلبي ابو حياتي نور عيني. انت بتغزلني يا راجل ولا ايه؟ اخوانا طلائع الشباب تحييكم وترجوكم الهدوء، نحن لا نملك الا الاسادة الخاليه. لكتك نسيب. اخوانا اللي فوق لحظة صمت عشان تسمعوني. ايه الحكاية؟ مسكتوا ليه؟ اخوانا اخوانا اللي فوق خرجتوا ليه؟ انا مش سامع حاجة، مش هعرف انام، مش هيجيلي نوم. زعقوا شوية. يعني معقولة ست زي حضرتك كده مؤاخذة محترمة تعمل الحاجات دي؟ حاجات ايه ده العادي؟ يعني معرفش كان واصل لي أصوات كده لمؤاخذة ذات مغزى يعني. مغزى؟ مغزى ده ايه؟ أنا جوزي حريف في بيتنا يا حبيبي. أيوة حريف في بيتنا يا حبيبي. طيب ارحموا بقى البني آدمين اللي تحتيكوا برضه، احنا لحم ودم لمؤاخذة. دم؟ وأنت لو كان عندك دم كنت سبت الإيجار متأخر عليك، وبعدين بقى عمال تطلع مطلي. انا بقى عايز اجري دلوقتي بالذات. ايوه دلوقتي بالذات. احنا ما قلناش حاجه، بس انا مضروب اليومين دول في الشغل، وان شاء الله لما هشتغل هتفرج وهتبقى حلوه. تشتغل؟ انت عمرك تشتغل؟ ده انت صايع انت وصاحبك اللي اسمه عبد العزيز. ست صباط؟ نعم. انت تتنقلت عليا اسمي صباط. صباط يرحمك. خلاص خلاص صباط اصابات عصابات كله ماشي. ولا اسمع، انا صبرت عليك كتير واظن ما حدش يقدر يغلطني في الحته ابدا. لما بقى كركبتينك وهوينا. ايوه هوينا. طب ما دام دماغ سعادتك ناشفه قوي للدرجه دي بقى، انا بقول لحضرتك بقى روح ارفع قضيه. قضيه؟ هو انا ارفع قضيه يا حبيبي؟ ده انا باخد حق في ايدي. لا يا ست صباط مش كده مش كده، انت واحده ست وانا مش عايز امد ايدي عليك. لا مد بقى وريني هتعمل ايه. لا يا ست صباط مش كده على فكره. فلك. نعم. عايز اعرف انت هتعمل ايه بالظبط؟ انا مش هعمل سعادتك اللي بتعملي يعني. اوعي ولا. وبعدين منظر البيت هيبقى وحش عشان والله العظيم والله العظيم يا معلم، احنا بنتفاهم احنا. سعادتك كنت بتقولي معايا انا عايز اعرف هتعمل ايه. انا مش هعمل حاجه، انا مش هعمل حاجه، بس عايز افهم سعادتك حاجه، عايز اقول لسعادتك حاجه. لا ما دام المساله وصلت كده بقى لمؤاخذه، انا عايز البيه يضربني. لا البيه ولا انا هضربك. بقول لك ايه، انت تلم كركبتينك ولما في المشمش تبقى تشتغل تبقى تيجي. طب الهدوم لمؤاخذه اخد الهدوم ضر لا هتقفل الباب ليه؟ لا مؤاخذه الجو ده مش في اوضتي بقى. انت اصلا مش هي صباط طردتك ليه؟ عشان مفيش شغل، يعني مفيش فلوس، يعني مفيش نوم. طب انا عندي لك شغلانه كويسه قوي. ايه هتشغلني وزير صناعه موزمبيق؟ لا 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 هشغلك خدام، خدام محترم. اخرب بيتك، انت عايز ست اشتغل خدام انا؟ وايه يعني؟ عندي ناس محترمين وناس حلوين وتاكل لقمه حلوه، وبعدين دلوقتي ما اسمهاش خدام، اسمها شغال. انا هوديك لواحد معرفه هيوديك تشتغل في بيت محترم. لا 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 خدام ولا شغال ولا كامل فخ، ده انا اشتغل خدام. ولا هما يدفعوا كويس؟ قوي.
كده. طب سيبني افكر، انا دلوقتي ما عنديش حاجه في دماغي غير اني انام. تعال اشتغل معايا حمار عشان اخش اوضتي. يلا حمار. سرير. لا المره دي بقى هتصور قاتل يا مكتوب. كده ضربه. انت حلوه، انت بطه. الله 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 الله. مش كده يقطعك يا لهوي. اتهد اتهد شويه، اتهد شويه اخ كفته، اتهد شويه، اتهد شويه. الحكومه هتلاقي على خلفتكم ازاي؟ هتوكلكم منين؟ الله يخرب بيتكم يا كفته. يا كفته اتهدى يا كفته. سته والله لا خليك تسعى. الله يخرب بيتك. نسي بقى اتفضل. ايه سته ده؟ ده رقم ايه؟ ما تعرفش ستة؟ ستة يعني واحد وخمسة ستة، اتنين واربعة ستة، تلاتة تلاتة ستة. بني ادم مننا بيه في الاخر رقم، يعني شكل سعادتك يديني تسعة على طول. خلاص 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 خلاص. انا اهم حاجة عندي هنا الامانة. لا موجودة. وما احبكش تكون صرصار. ايه صرصار دي؟ صرصار صرصار يعني يعني رغاية تتكلم كتير. واللي تشوفه هنا كأنك ما شفتوش. لا ما شفتوش يا بيه. تحافظ على اسرار البيت يا ستة. اه ماشي، ما تخافش، سر كبير. انا ما عنديش اسرار هنا، انما اي حاجه بتحصل تبقى سر. ماشي سر. اه ماشي ماشي. اتفضل اعمل لي فنجان قهوه. انا يا بيه. المطبخ من هنا. حاضر. اسمع. نعم. انا عايز الناس بالليل، عايزك تنظف البيت ده كويس قوي. ايه والله ما هو محتاج نظافه برضه. وبعدين حابب ابعتك تجيب لي شويه طلبات. اتفضل. طيب تشرب قهوه. آه لمؤاخذه البطاقه الله يكرمك، معلش عشان في لجان في السكه بس. هي خدمه يا بيه. اه والمظلات خمس ايام قدام بالراحه. بتقول ايه يا ولد؟ لا مفيش حاجه، انا بقول سعادتك واقف يعني مد ايدك عشان في اكل تاني جاي، في جاي كتير. سته؟ سبعه، قول ثمانيه نخرب بيتك. ثمانيه؟ ايوه. سته؟ نعم. ادخل درينك للناس اللي جوه. مال؟ درينك ايه؟ درينك، درينك ويسكي. ها؟ اه ويسكي قصده خمره. دي اسمها خمره لمؤاخذه طافيه. اشرب خمره جميله، خمره زي ميه النار هتمسح لك كل المسائل. بحبك يا عصام بيه. الله، ولازمتها ايه يا عصام بيه؟ عايز انا اقول لك يا سهير هانم.
الله ده اكسير الحياه، انا عمري ما دقت الطعم ده. اديها اكسير الحياه دوبل عشان ال انا من ساعه ما حضرتك كنت بتوشوشها بقها. اخلص انت هتعمل ايه؟ انا جايب سعادتك الهباب ده. طب حط ايدك وطلع بره. حاضر انا ايه؟ لا تقدر سعادتك كمل مالكش دعوه. هيسكر زي عبد العزيز بالملي، بس عبد العزيز ما بيبوسش. شاين عليه شيء. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ايه اللي بتعمله ده؟ تجننت؟ ايه بقينا حلوين فرحان بصيكوا وبقينا فكين واخر الاغواص. اقرش اقرش في الاكابر بس. هو قاستي يا عيني على الجمال. ماشي يا بيه كلامك 100 100. تعالى راس الاكابر، اكل الاكابر، شرب الاكابر، العيشه الاكابر، اكسير الحياه الاكابر. ما خليتولنا ايه احنا؟ ايه يا ولد الكلب؟ خليتولنا ايه؟ مالكمش سيرة غير البلد مديونة، البلد ما فيهاش فلوس، فبطلوا اللي بتعملوه ده واحنا حالنا يبقى 100 100، عليا النعمة ندين أمريكا، الله يخرب بيوتكم. ان كل الناس عايزه تاكل لحمه وسمك ويبقى عندها فيديو وتلفزيون وشواق، هو ده معقول؟ مش ممكن طبعا. لا مش ممكن طبعا، ربنا خلق ناس طبقات ودرجه. اللحمه ليها ناس. ايوه. والسمك له ناس ثانيه. والكافيار كمان له ناس. طبعا يا حبيبي. تعرفي انا لو من الحكومه امنع طبقات الشعب انها تاكل لحمه، ساعتها اللحمه هترخص ومش هيبقى فيها ازمه، ويمكن الكيلو يبقى ب 3 جنيه. لا مظبوط يا بيه، كلام سعادتك 100 100 فعلا. المفروض الناس الجزم اللي زي حالاتنا ما ياكلوش لا لحمه ولا سمك، لان منظرنا لمؤاخذه احنا بنفعص فيها وبناكل منها، بنشوه طعم اللحمه والسمك، بوظ منظرها. احنا المفروض ناس همج لمؤاخذه من الطبقه الشعبيه، المفروض ما نعيش في شقق، لا نعيش في كحول وفي الترب وفي الشقوق وكمان ناكل دول. شربات شربات يا ستة، دمه خفيف الولد ده، جبت العفروت ده منين؟ جابني منين؟ موطني الاصلي نيكاراجوا جنوب افريقيا. شربات برافو عليك يا ستة. في صحتك.
محسن. لا مؤاخذة هانم، أنا مش محسن، أنا خدامك ستة. مرة واحدة. سيب يا أخويا الله يساعدك تعمل لي فنجان قهوة عشان نفوق. أنا إيه هعمل لك قهوة تفوقك عشان تلحقي تروح الشغل. هو بالمناسبة الهانم بتشتغل إيه غير يعني العمل النهاري يعني؟ آه برضو يعني ليل ونهار شقيانة. برافو عليك يالا. يعني لا مؤاخذة مالكيش أهل؟ إيه؟ قصدي يعني أبوكي يعني الوالد ما بيعترضش على ال الله يرحمه مات يجي من 50 سنة. على خيرة الله. يعني مات قبل ما تولدي بعشرين سنة. عليك نور، عشان كده دلوقتي تقدر تقول من غير أب. طايحة، مفيش حد يشكمك. لا في، أنا جوزي ما شاء الله راجل بيديني 15 جنيه في الشهر بلبسه وأكله والولاد، وأنا بيحبني بيموت فيا، بقول مراتي ست مدبرة، بديها 15 جنيه في الشهر بتصرف عليها فوق 1000 جنيه. نبيل. حلو والله. كل ده من التدبير ها؟ شاطر. جاتك القرف في شكلك. ايه ده هي؟ ايه ولا؟ جاتك مصيبة. ايه ولا؟ اسمك يا بت؟ اسمي بسبوسة. وكمان مسمينك بسبوسة؟ المفروض يسموكي قرف، زفت، طين، قطران، هباب ازرق. غير ايه واد؟ إذا كان البيل أنت بتشتغل عنده بيموت فيا. قوم يا أخويا قوم. قوم لحسن اتعطلت اعمل لي ايه؟ اتعطلت عليا إن شاء الله يا خالتي. عن التدبير يا روح خالتك. يا نهار أسود. ده انا امي كانت مدبره قوي. ها عملت ايه يا سمو؟ لميت 3 مليون دولار. هاي عايز اوي، بس انا عايز اكتر. احنا اكبر ناس في السوق لدلوقتي يا سعاده البيه، مفيش تاجر عمله زينا. خليك عامل امال، انا عايز الم كل الدولارات اللي في السوق. ده اللي بيحصل، بس انا خايف لو نكون متراقبين. ما تخافش ما تخافش، انا هوزع الدولارات بمعرفتي ومحدش هيعرف فروقهم لحد ما خرجكم بره مصر. وما دام ما عندناش عمله في ايدينا يبقى محدش هيقبض علينا. ده باين هنخربها ونقعد على تلاها. ايه الهبل ده يا سامي؟ احنا عايزين مصلحتنا. ماشي يا بيه. يلا حطوه في العربية. حاضر يا بيه. مع السلامة يا بيه. طيب يا دكتور. تعال. نعم يا باشا. اسمع، التسريحة اللي جوه بتاعت الهباب اللي اسمها زيزي عايزك تاخدها من هنا وترجعها الكباريه. امرك يا باشا. جبت معاك عربية؟ جاهز يا باشا. اتفضل خدها. ماشي. اسمع، دي أول مرة وآخر مرة تيجي بيتي. مش عايز حد يشوفك هنا خالص. سعادتك امرتني اجي فجيت يا باشا. اتفضل بلاش غلبة. يلا. حاضر يا باشا. وعامل ايه في شغلك؟ الحمد لله بيومي، الحمد لله. خش سعد عليا فل. هو الراجل مديني اجازه نص يوم النهارده. يعني مبسوط؟ الحمد لله، نشكر فضله. الحمد لله، على الاقل نسد ديوننا يعني. ولا بقولك ايه، ما تجيبش سيره بقى وتقعد تلقط مع اهل الحاره وما تقولش ان انا بشتغل خدام. لا 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 لا،
هقول انك رئيس وزراء ميت غمر. زينب، ازيك يا ست زينب؟ ازيك يا ست؟ اخبارك ايه يا ست زينب؟ الحمد لله. الحمد لله، ازيك؟ ازيك يا بطه؟ ازيك يا عم ست؟ الحمد لله، الله يخليك. بقول يا ست زينب، انا يعني عايز اقول لك حاجه كمحور اساسي للعمود الفقري بتاع الاصاله بتاعتي في الحته، يعني انا الفلوس ان شاء الله هتبدا تجري في ايديا، فلو ما عندكيش مانع ان احنا يعني نبقى على محاور اساسيه في التعاون، يعني اي طلبات، اي خدمات، اي مساعدات انا ملكي ديك. يعني شايلك لعوز يا ست. رقبتي، رقبتي سداده يا ست زينب، رقبتي سداده. ربنا يخليك وتسلم لي رقبتي. الله يخليك. بطه، مالكيش اي طلب؟ اطلب لي كرسي معسي. عن اذنك يا ست. بلاش سهواك، عندك شغل. السلام عليكم. تعال هنا. ابي اتاخرت ليه؟ مش سعادتك اللي قلت لي يا ستة تعالى الساعة 6؟ قرب ما اقول لك. ايوه. عايزك تنزل دلوقتي حالا تجيب لي بسبوسة. تعالى. اسمي بسبوسة. بسبوسة؟ انا اجيب لسعادتك بسبوسه؟ وفيها ايه؟ انا بحبها قوي. ايوه، ما احترامي لسعادتك، يعني تحبها ما تحبهاش دي مش مشكلتي يعني. الله، وفيها ايه؟ ده اخويا كمان بيحبها قوي، عارف؟ كان يخبيها مني تحت السرير، بس هو يخرج من هنا ولا طف النور وعينك ما تشوف الا الضلمه. يا دي المصيبه السوداء. لا لا مؤاخذه، مع احترامي بقى انا ماليش دعوه بالجو ده. يعني ايه مالكش دعوه بالجو ده؟ روح روح هات. هجيب ايه بايه؟ عايز اجيب لك بسبوسه ليه؟ تجيب لي بسبوسه ليه؟ عشان اخبرها. طب حضرتك بتقول على المفتشر كده تخبرها؟ اخبرها انا واصحابي. انا هروح اجيب لك بسبوسه عشان انت واصحابك تخبروها. ليه بقى بيه؟ اقول لك عليا ايه لا مؤاخذه؟ ها؟ لا انا ماليش دعوه بالجو ده خالص، ماليش دعوه بيه. انا دمي حر، انا ممكن اقطع هدومي واروح في 60 دقيقه. ايه يا ابني الهبل اللي بتقوله ده؟ مش حضرتك عايزني لا مؤاخذه يعني؟ ما لا مؤاخذه ايه؟ لما تشتري لي 5 كيلو بسبوسه اكلها انا واصحابي تبقى لا مؤاخذه. ادي الحوسه. لا مؤاخذه، حضرتك عايز بسبوسه بسبوسه؟ لا كده 100 100، انا كنت فاكر ان حضرتك عايز بسبوسه بسبوسه. بس يلا بس بس يلا. بحبك يا ممدوح بيه. ما بلاش ممدوح بيه. الله، ده اكسير الحياة، انا عمري ما ذقت الطعم ده. لو انت كدابة. ايه ممدوح بيه؟ ايه ايه في ايه؟ البسبوسه ساحت في ايدي. مش تخبط الاول؟ ما انا خبطت يا بيه، ايدي اتهرت من التخبيط، بس يظهر اكسير الحياه كان لادع في ودان سعادتك. حطها عندك. اهلا يا مدام. اهلا. زي بابا وماما الاولاد بيه؟ جوزك مش بخير الحمد لله، في تدبير. الله، انت لسه واقف عندك؟ بريزه يا بيه. خد البريزه وهوينا. تاخد انت نص جنيه وتسيبنا نتفرج؟ الشكل مالك يا ست؟ مش فله؟ الله بقى يوم اخويا، من حيث الفلوس فله، انما يا اخي انا ما بعرفش اخد نفسي ولا راحتي غير في حارتي. بالك الناس اللي انا شغال عندهم دول، هم واللي زيهم ناس مش عايشين، كفايه كدبهم على بعض وكفايه من نوعيتهم. انت باين عليك غو فخر. يمكن عشان بحب الحاره واللي فيها. هتشرب؟ خلاص حبكت ماشي بالشيشه ورايا لغايه هنا. اللي واخد عقلك يا عم. ايوه بس انا فين وزينب فين؟ دي كانت متجوزه امين شرطه اسم الله. ربنا يقرب البعيد. يا سلام، بلاش سواكه، اتاخرت. انت جاي ها؟
ابليس حنودي؟ لا اوعى تقول ممدوح بمال. ما تقوليش ممدوح بمال. اوعى تقولي ممدوح بمال. لا ممدوح بيه. ممدوح بيه مفهوش. مين جاي لنا النهارده بيه؟ هو ده الواد الخدام يا حضرة الظابط. ايوه انا الخدام. في ايه؟ لا يا شيخ مش عارف في ايه. بيه انا لسه جاي يعني. ايه ال 10,000 جنيه اللي لهفتهم والفيديو؟ 10,000 جنيه؟ هو ال ده الباكت دي كلها عشان انا؟ 10,000 جنيه وفيديو ايه بيه؟ انا مش حرامي، انا ما سرقتش حاجه. لا انا بسرح دي بجد. ممدوح بيه؟ ممدوح بيه؟ انت ناسي لما كنت لمؤاخذه متنيل ب60 نيله سكران ومتنيل ومهبب واديتني 1000 جنيه واصبحت الصبح اديتهم لسعادتك؟ بتلعب على مين يا واد انت؟ دي حركه انت عاملها عشان اتخم واشق فيك، تديني القليل وتلهب الكتير. ممدوح بيه بلاش الكلام الكبير ده، لبك وتلهب والكلام ده، ما خليت ايه الصيغه على مؤاخذه. اخرس! اهو انت اللي تخلص، انا سكت لك من الصبح، انا اشرف وانضف من 50 واحد زيك، انا ارباط جزمتي لما كده غلط. حضرتك مش سامع بيقول ايه؟ سيبنا نتصرف احنا. تضربني يا بيه؟ تضربني؟ خساره. دي اخرتها؟ خدمتك واشتغلت عندك مرمطون وفي الاخر تضربني؟ منك لله. اشوف فيك يوم يا ممدوح ابني بقانه، اشوف فيك يوم. اتفضل معلم. انا فين حظبط؟ هنستكمل المحضر ونجيب امر من النيابه ونفتش بيتك. لا ممدوح بيه المساله بجد، ابوس ايدك ابوس ايدك يا ممدوح بيه. انا مش حرامي، انا ما سرقتكش. ما انت بيخش بيتك 50 نفر كلهم ولاد كلب اشمعنى انا؟ امشي يا نفس يا حرامي. حرام عليك. اشوف فيك يوم، اشوف فيك يوم يا ممدوح ابن عضلات. هدوء. اشوف فيك يوم يا ابن سميحه. اشوف فيك يوم. فتشوا كويس. فيديو ايه مع 10,000؟ ايه اللي هياخدهم بس ولا هيسرقهم يا حضرة الظابط؟ ده واد غلبان قوي، ده مكسور عليه شيء وشويات من الايجار، وعمرنا يا اخويا ما سمعنا انه خد تعريفه من حد. صح يا صباط، ده جدع شهم وجدع وفييسي على الظابط. هو انا من جيتك؟ ما طول عمره نضيف وطول عمره متربي معانا، عمرنا ما سمعنا انه مد ايده لحد. سته حبيبي عبد العزيز صاحبي. سته سته سته. ازيك يا بيوم؟ عبد العزيز بعدت عني ليه يا عبد العزيز؟ ابدا يا حبيبي ابدا. انا وقعت ظلم يا عبد العزيز، ما عرفش اللي ظلمك. شفت مسكني في ايه؟ ما عرفش اللي مسكك. بهدلوني يا عبد العزيز. ما عرفش اللي بهدلك يا ست عبد العزيز. انت تعرف عني اني ممكن اسرق. انت تسرق يا حبيبي؟ مش ممكن تسرق، الناس كلها تسرق الا انت. حظبط الراجل ده شريف. يلا اتفضل. الراجل ده صديق عمر، ده احنا كده في الحته اخوات. حته مني كلامه في السليم على طول. عبد العزيز اهم ست ما تسيبنيش، مش ممكن اسيبك، انا من غيرك ما تصيرش مليم. عبد العزيز ستة انا من غيرك هتسجن. ستة ستة اخر سنة. جرى ايه؟ عاملين لي فيلم شاطئ الذكريات. خد عسكري. ما تسيبنيش يا عبد العزيز. خد عسكري. ما تسيبنيش. ستة تعال يا حبيبي. على فكرة انت بلغت قوي في هدية عيد ميلاد بسبوسة. لا بلغت ولا حاجة. ما بلغتش ازاي؟ انت مديها 10,000 جنيه وجهاز فيديو. ايه؟ انا مديها 10,000 جنيه وجهاز فيديو؟ الله، انت كنت سكران ولا ايه؟ دي بسبوسة دي كلها على بعضيها ما تساويش نكلة. اصلي اصلي بنسى. اصل اتهمت الواد اللي كان بيشتغل عندي انه سرقهم واتحبس. روح خرجه بقى امرك لله. ليه؟ عشان يبقى سين وجيب ويبقى بلاغ كاذب واروح في داهيه عشان حته كلب ما يسواش. بلاش يا سيدي واحد من الرعاع خليه يتحبس يتحبس. ضابط في نفوخك على حاجز التنفسي بتاعك يدوس على الشريان التاجر.
مين ده يا ستة؟ لا سبعة. والله ما اشرب يا ابن حتتي. ازاي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ هي بلاوي بتتحدف على الواحد يا ابن حتتي. ايوه بس انا اعرف ان انت ماشي كويس ومستقيم. يشرفك. يعني عارفك ما دام فقير ومش لاقي تاكل تبقى مستقيم. حلوه برافو عليك يا كلب. ذكي وبتفهم. وانت بتبي بينا ايه؟ لا انا مستني الباخره ورايح كنكه. حلوه يا الله. هكون في حجز بعمل ايه يعني؟ ممسوك في قضيه. نو اهلا اهلا المنورين. ازيك يا حاج؟ بقول لك يا ولد انا واقع وجعان مفيش هنا حاجه تاكل. لا في 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 سكالوب يا جدع. اتفرج معايا. الحجز هنا مفيهوش اكل. الاكل على حسابك. انت معاك فلوس ولا معايا ريحتهم؟ معاكش ريحتهم؟ اه يلا يا مطلع. قوم كلم بيه. قوم. لا انت اصيع. ماشي يلا قوم. حاضر حاضر بالراحه. ايه بقى تاكل يا حلو؟ اتفضل معايا. زيزو ستة عزيز. أنا في انتظارك على أحرم الكاميرا يا صاحبي. ده أنت طيب يا أخويا وابن حنان. متشكرين متشكرين يا ست صجات. مش وقته. اسمي صباط يا أخويا. أصل بصراحة أنا مش فاهم يعني إيه صباط بس فاهم يعني إيه صجات. والله العظيم أنا بحسبها اسمها إيه صباط. أنت هتلون معايا أنت راخر؟ بطل أحسن أديلك عاهة مستديمة. هات يا أخويا هات. أنت وقفت بصلي. خد يا أخويا. عامل لك حلة محشي بإيديا. إيه التعب ده بس يا ست صجات؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. زينب. معقولة معقولة ست زينب جاية تزورني؟ أنا لو كنت أعرف كده كنت اتحبست من زمان. إزيك يا وزة؟ يا ابني اسمي بطة. في ناس كتيرة ما بتحبش الوزة. والنبي أنا لما سمعت اتقهرت على الآخر واتحسرت قوي. كمان كمان ست زينب اتقهرت عليا ده كتير. مش واحد من حارتنا. أنا عملت لك دقيقة بامية كده على ما أقسم يا رب تعجبك. امسك يا عم الشحات لنص البلد. بس ده كتير عليا. انا ما استاهلش كل ده يا عم. لما تطلع من لومان يبقى رد. لومان ايه؟ لومان ايه يا زيزو؟ اليومانيا الغربيه. لومان مدينه تقع في المانيا. انا رايح اشتغل فيها هناك وهجيب لك. يلا يا شويش المتهم مطلوب للنيابه. زي ما سيادتك شايف مفيش اي دليل يدل على السرقه. لا مضبوطات ولا شهاده شهود. انا اطلب الافراج عن المتهم واطالب النيابه بعدم تجديد حبسه. هي فوضى. افهم ده ايه؟ ده حرامي. اه احنا اخذنا احوالك يا استاذ ممدوح والقرار دلوقتي للنيابه. مفيش مانع يفرج عن المتهم بكفاله وتحدد جلسه قريبه. شكرا. جلسه؟ ده احنا كده داخلين فضيه يا ناس. والله ما سرقت. انا راجل شريف. انا ماشي مية مية. ماشي مش احول. والله ما سرقت يا عبد. صدقني ما سرقتش. انا مش وش سرقه. بلاش قضيه بيه. لازم قضيه وجلسه. انت فاكر الحكايه سهله؟ احمد ربنا انك هتخرج. قررنا. مبروك. ألف مبروك يا ستة. شكرا زيزو. إيه مالك؟ مالك يا عبد زيزو؟ لا مفيش حاجة. أيوه هو ده. يا أخويا كان وشنا حلو عليه. الله يخليك. ازيك يا ست؟ ازيك يا ست زينب؟ يا وش سعد. يا وش سعد عليا. الله يبارك فيك. كده بقى ما انتش مسافر لومان. لا يا حبيبتي مش مسافر. وتقول لي لومانية الغربية يا كذاب. عيب يا بطة. إيه ده؟ حلو معلش. احنا كنا جايين بتاكسي أهو. يلا بينا. يلا بينا. يلا حبيبتي. يلا. يلا حبايبي. انت احسن حاجه تعملها تيجي تشتغل معايا مكواجي على الفلوسه بتاعي. لا انا ماليش في المكوى. انا كنت بشتغل شغلانه فلالي. لو كان معايا قرشين كنت كسبت ذهب. قصدك الربابيكيا؟ يلزمك كام علشان تقف على رجليك؟ يعني مش اقل من 100 جنيه. خلاص يا اخويا هنتصرف. اطلع يا اسطى.
الكلام اللي قلت عليهم. انا مش عارف اقول لكم ايه يا رجاله، مش عارف اقول لكم ايه، ده كلام زين على اللزوم بصراحه. ده كلام الحاجه يا جدع، دي ناس طيبه وحلوه. لا وناس حلوه فعلا و100 فل و10 الدنيا خير. اتفضل. حتى انت شحات يا غباني. الحمد لله. الظالم مؤذي وجبار، والرضا بالظلم من العار. الظالم مؤذي وجبار، والرضا بالظلم من العار. الدنيا خير من خير فيها، والشر ملوش عبر عليها. الدنيا خير من خير فيها، والشر ملوش عبر عليها. العيش والملح بين الفقراء بيخلي الخلق لبعضيها، بيخلي الخلق لبعضيها. غني يعزم غني ياكل لحمه، والفقير بيتوه جوا الزحمه. غني يعزم غني ياكل لحمه، والفقير بيتوه جوا الزحمه. ولا حدش غني قلبه علينا، اغنيا منشوع منها الرحمه. عالم مغير الوانه، واشترى نضيج في اوانه. عالم مغير الوانه، واشترى نضيج في اوانه. فيه ناس الوان مش طبيعيه، ولا حدش موجود في مكانه. عاشق 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 همتكوا يا رجاله، وتعيشوا دايما للحاره. عاشق همتكوا يا رجاله، وتعيشوا دايما للحاره. مش هنسجملكم ويايا، سوى كان في الجار او من الجاره. عشتك الله يخرب بيتك. بس انا خلص القميص خليني امشي. انا بخلص لك بس الزراير عامله قلق. اه بيتك عشتك. خلاص انا قبل اعلم مالك. خلاص يا زيزو خد ادي الهدوم يا سيدي، شغل النهارده كله. خليهم ماشي خليهم. شفت غسيل ومكوى ولا جديد الا انت؟ ولا 100 ولا 10. ده غير ده بقى اللي متعلق ده كله عاوز التاني. حلو هنسحبهم النهارده. مساء الخير يا عبد العزيز. مساء الخير يا اختي. ازيك يا ست؟ ازيك زينب؟ عامل ايه؟ كويس الحمد لله. النبي عبد العزيز خلص الدور النهارده، والنبي احسن جاي لي ناس. حاضر. عن اذنك. لا هيخلصوا باذن الله. يالا ايه النفس الكبير اللي خدته بعد زينه ما خرجت؟ هتحسب عليا الانفاس، هتحسب عليا الانفاس. ابني في حالي. ايه مالك فيه؟ تعبان قلقان. قلقان ليه؟ مش عارف، نفسي بقى تفرج. عشان تفرج؟ ما قلت لك 100 مره هتفرج. الجدع وهتفرج. ما تمدش ايدك، سيب بس هدوم البيت. ايه اللي حصل بالظبط؟ بقول لك يا عزيز، ايه فكرك يعني واحده زي زينب ممكن تحبني انا يا عزيز؟ يا سلام، لو انت تستاهلها تحبك وتحب ابوك كمان. انا مش عايزها تحب ابويا يا عزيز. انا عايزها تحب مين؟ عايزها تحبني انا يا عبد العزيز. ما هتحبك انا، اشتغل ليل ونهار وهي تحبك. فعلا هشتغل ليل ونهار حتى مطلع الفجر. بيك يا لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ولا سته اشتغل قبل الاكل وبعده ثلاث مرات في اليوم. بحبك. امشي يا ليه. امشي يا ليه. على بوز كده. امشي. انا عايز افهم بقى حضرتك موديني على فين في الجو اللي مش انت هتتلمط. انت تمشي وانت ساكت. حاضر ماشي، هنمشي واحنا ساكتين. نعرف نفهم موضوعنا. لا ما تعرفش. ماشي. شايف كراكيب؟ حالك يا ست بنات، جبنا الباق في ده يشيل. بقول لك عشان الوضع ما يبقاش وحش، بلاش كلمه تشيل دي، فاهمني ولا لا؟ ما
طب امشي خويا تعال انت تسريح ازاي عايز اشتغل تسريح الزيت الرقاصه الكسر دي ازاي؟ عندك حق استمانات بس انا خايف نبيع التسريحه البي يزعل لما يخرج من السجن من سويسرا يعني يزعل من ايه؟ دي كراكيب ما تسواش صح ده انا بعتك ما عادش فخ مؤاخذه اخر مؤاخذه ما تزعلش نفسك مش حضرتك برضه المؤاخذه شطاحه من ايه شطاحه دي؟ شطاحه ذات اليمين وذات اليسار يعني شويه شخلاعة بقول لك ايه بطل نباضه انت بتكلم الست بنات اجدع على قصف البلد ايوه ما انا قلت شطاحه قلت اطلعوا من البلد يلا بلاش حاجه بشيل الكراكيب دي ماشي هنشيل ما تزعليش نفسك ابدا ماشي دوش عايز ارجع ماليش الحاجات دي هنا عينيا يلا يلا خش يا بيه راح فين؟ الهنا بتقول لي يلا صلاه مستعجلة شوية وبعدين اخلع انت لان منظرك عرة بصراحة طب بلاش لمؤاخذة ماشي بقول لك ايه هي الشطاحة بتنادي لك بدوكشة ده اسمك ولا هي بتهزاك؟ قلنا بلاش لمؤاخذة ماشي هتشيل الحاجات دي بكام؟ التسريحة دي والشوية دول التسريحة دي بالذات مش عايزاها مش طايقاها حاضر وجب هتدفع كام؟ شوف بقى بصراحة كده الحاجات دي كلها على بعضيها حاجات زبالة وما تسواش، السلام عليكم. خد يا جدع راح فين؟ بقول لحضرتك حاجات ما تسواش. الله انت هتصعبط عليا يا وفين الست قالت ما تزمناش يعني؟ هتستعبط فيها؟ والله خلاص أنا ما جيتش جنبيكوا كراكبكوا عندكوا ما تلزمنيش. شيلهم بقى كمل وتخلصني. تعجبينا شطاحة نطاحة أدفع 30 جنيه. 30 جنيه يا باع؟ ده التسريحة لوحديها تساوي أكتر من 200 جنيه. خلاص بلاش التسريحة هاخد شوية الكراكيب التانية بسبعة جنيه خلاص شيل الكل وادفع 300 يلا 300؟ اه لا يفتح الله السلام عليكم خد يا جدع راح فين؟ سيبك كرافتة كرافتة؟ هو انت لابس كرافتة؟ اشمعنى انت بتقول على التسريحة ب 200 جنيه؟ ما دام بتكذب يبقى انا لابس كرافتة عايز تدفع كام؟ ادفع الجميل 20 جنيه شيل العزيمة في الجرح ده هيجنني الطب مش لسه قلت 30 جنيه انا ايوه بس الست الشطاحة بتقدر قلت 20 انت هتفتح بقك هقول 15 شكلك اني هقول 10 ارجع ماليش الحاجات دي هنا ماشي رقاصة بقول لك يا رقاصة انت ليه ما تسيبيش الرقص وتشتغلي حاجة تانية اشتغل يعني ايه غسالة ده انا بصرف 5000 جنيه في الشهر يا روح امك 5000 جنيه في الشهر 5000 جنيه فهمت وتلاقي جوزها بيديها 15 جنيه في الشهر وبتدبر هي الباقي مدبره حلوه قوي ولا نعم انت هتجنني يا واد انت عبيط يا واد ولا بتستعبط لا انا الاثنين يا بيه هتدخل الولاد ده معايا جبالنا قصدي سعادتك على وسطك احرق شيل وخلصني قول في داهيه حاضر 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 نعاين بقى لمؤاخذه اتفضل عاين بقول لك ايه؟ لا 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 البيعه دي مش نافعه دي مخلعه يا عم شيل واديني الفلوس وخلصني انت سامع بودانك الشطاحه قرفانه ومش طايقه نفسيها بجد ايوه ما انت خلاص قرشت الفوله فاضيين الفلوس فين عالم؟ عرق في بيه محترم حاضر رغيف ده في صدره يقول عرق 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 جاتك ده هي شيل معايا حملني جاتك ده هي العرق شيل الكراكيب دي
سيدي. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير يا فل يا عزيز. مساء الفل. ايه انا ستك؟ ايه اللي خرج؟ معلش اصل كنت بستلقط بيعه من نايت كلاب. نايت كلب؟ وغلاوتك كل اللي فيه ولاد كلب، بس هي بيعه محترمه. ربنا يسهلك، ما تيجي تتعشى معايا الليل. لا معلش بيني وبينك عايز اطلع علشان اوضب الحاجات دي وما هندمها كده والمعها وايفها عشان تجيب التمن. تصبح على خير يا طعم. لا اله الا الله. محمد رسول الله. يا عيني يا سيدي يلي ظلمت الحب يلي ظلمت الحب وقلت وزدت عليه قلت عليه مش عارف ايه. يا عم اهبدوا اهبدوا بالسقف لغايه لما يقع علينا براحتكوا. مرات نسيوها في التسريحة ولا حاجة. طلقات فلوس فلوس ده خبر اسوح. ايه ده؟ والشطاحة ما كانش عاجبها التسريحة. خبر اسوح. وانا ما كنتش عايز اشريها. ايه خبر اسوح؟ ايه اللي محشور ده كله؟ كل دي حشوة؟ فلوس؟ مهارات؟ عبي عبي اقلب اقلب حوش حوش. ده خبر اسوح؟ فلوس؟ مهارات؟ تحول يا ناس؟ تحول يا اللي فوق؟ ممكن دولارات. لا والمرايه كمان مليانه جامد. لا معلش بقى المؤاخذه الروقان، احنا نفك تسريحه حته حته بقى خشبه خشبه ونطلع منها الهوبر الدولاريه. يا سلام وشك حلو عليا. يا ستة ستة اصحى يا فوق اخر. يو يا ستة انت يا ستة. ايوه يو انت لسه نايم لحد دلوقتي؟ لا خلاص صحيح. طب قوم يا اخويا بقى عشان تسرح. اسرح اسرح يا هبلة. ايه بتقول ايه؟ لا مفيش. حاضر قايم اهو بس اتكي على الله. انت مع السلامه. طب ما تفتح يا اخويا عشان اصبح عليه. يا ستي صباحك فل، صباحك قشطه، صباحك نادي، صباحك وصل. وبعدين ما اقدرش افتح لك دلوقتي لاني عريان. يجازيك يا ستة دمك زي العسل. الولد اللي كنت متقصداه. اقعد يا اخويا الفلوس وسننها. بلاش اقعد الفلوس دي بقى. 100 فل و10 ايه؟ هو في احلى من المعامله الطيبه. كيف العزال انا من يومي. ودلوقتي بقى اخبيكوا فين يا حبايبي حلوين؟ يا خضريك انت جميل، اخبيهم فين؟ هنا؟ لا هنا لا برضه. فين؟ لا كل شويه بتاعي بعطروا. لا فين فين؟ لا لازم اخبيهم في مكان امين. لا يمكن لا يمكن يستخبوا هنا. 3 مليون دولار يستخبوا في مكان بعيد قوي. ايوه اخبيهم هناك عند ال مرح انا المشوار بتاعي بقى. مع السلامه يا اسطى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه مالك مش هتقول لي بقى مالك برضو؟ ماليش يا اخي سيبني افكر. افكر في ايه بس؟ الله عايز تقول ايه؟ الله انت بقالك 5 ايام ما اشتغلتش. ابا عزيز انا عايزك في كلمتين سر. قول. اصله سر كبير قوي. انا وماله؟ ما تقول يا صاحبي. ابو عزيز انت صاحبي الجدع ولا يمكن انسى فضلك انت واهل الحاره دي. الله مالك انا؟ ايه المناسبه دي كمان؟ انت هتموت انا؟ انت بتودع؟ ابو عزيز نعم. تعالى معايا. جاي معايا تعالى. ابو عزيز
نعم. انا لقيت لي ايه؟ لقيت لي ايه؟ هو في حد بيلاقي لقيات في اليومين دول؟ اهو ده اللي حصل. لقيتها فين؟ في الشارع؟ شارع ايه؟ في حد بيلاقي حاجه في الشارع؟ انا الشريط بتاعي لقيت فيه بطاطيع كتير. ايه البطاطيع كتير دول؟ دولارات. ايه؟ دولارات. والبتاع اللي اشتريته ده اللي كان فيه الدولارات مش بتاع حد؟ اه طبعا بتاع حد. خلاص بقى روح رجعهم له. الحمد لله. هي دي الكلمه اللي كان نفسي اسمعها منك من زمان. في الاول طمعت قلت اقعد خدهم واجري طنش ما دام محدش واخد باله. لحد خمس ايام ازيزو عمال اخد ودي مع نفسي اخد ودي مع نفسي لحد ما سمعت منك الكلمه اللي انا كنت بقولها لنفسي. طب خلاص روح بقى رجع له الحاجه. رجع له ايه؟ ده تقيله قوي مش عارف صاحبها. ايه تقيله يعني؟ مش شويه فلوس؟ شويه فلوس؟ شويه فلوس ايه؟ شويه فلوس ايه؟ ابو عزيز انا قعدت عندي في يوم الخمس ايام ما لحقتش اخلص الفلوس كلها يا دوبك طلعوا 3 مليون دولار. 3 مليون دولار؟ ما تسيبنا نام. ابو عزيز خليك عادي مالك ما تتوترش خليك طبيعي خالص. المهم دلوقتي لازم نعرف مين صاحب الفلوس دي علشان نروح له على الاقل يدينا حلاوتنا. انت رايح فين؟ ايه يا ابو عزيز؟ ما هو ده النايت كلب اللي انا خدت منه التسريحه. يا راح فين يا عزيز؟ ايه بس بالراحه مش كده؟ احنا برضه بهوات يعني. احنا جايين نسال على صاحب المحل اللي بتاع النايت كلب اللي هنا. كلب لا مينهاش مصارينك، امشي انت وهو بره. لا بقول لك ايه؟ انت نفسك وشوف بتكلم مين احسن اهزاك. خلاص يا عزيز، يا عزيز مش كده وخلينا نلغيه. بلاش صاحب المحل، في راجل هلف كده طول بعرض ومليان وغتت ورزيل ورزل وسبك. عايزين نقابله عشان مصلحتكم. ها قلت لك قول انت. بقول لك ايه؟ اوعى. بقول لك ايه؟ مالك في ايه؟ مالك انت مسعان مسعان. يلا ابو عزيز يلا. شطاح شطاح. عايز ايه ده؟ انا بتاع الروبيك اللي خدت منكم التسريح. عايز ايه ده؟ انا مش عايز، انت اللي عايزين اصل التسريح. حلو كلمني. معلش يا هانم يا ابني شوف شغلك تحاول. شغلك انت روح شوف شغلك. بقول لك ايه؟ مفيش قدامنا غير ان احنا ندخل من المجاري. مجاري؟ مجاري يا ابو عزيز. اسمع من باب الفنانين الغلابه الصغيرين اللي وراني. يا فنانين يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وسعادتك بتشتغل هنا؟ ايوه انا غفير الكباريه دي. ما شاء الله ما شاء الله. عنك عنك حاجة عنك. تعال بقول لك ايه؟ تعرف الست الشطاحة والراجل اللي هلف وصاحب المحل؟ صاحب المحل في المعتقل. المعتقل ليه؟ بعيد عن السامعين، تاجر عملة كبير قوي ومغلب الحكومة، ساحب الدولارات كلها، والحكومة مش عارفة تمسكه متلبس، قامت اعتقلته. بعيد عنك. مصاص دم. مصاص دم ازاي؟ راجل مفتري. قال مش مكفيه الكباريه اللي فاتحه على البحر دي واللي الداخل فيه مفقود. لا ده بيتاجر في اعراض الناس وفقودهم كمان. تعرف ايتها حاجه محرمه تنتهي بيشتغل فيه فلوسه كله على داير مليم. حرام في حرام. راجل مفتري منه لله. ده انت باين عليك مبقوق منه قوي قوي. عنده منقرون وابني كان عيان وبيموت. اقول له يا باي عايز 15 جنيه اوديه للحكيم واجيب له نص كيلو كده يقوته ويغذيه ما يعبرنيش. ويقول لي ايه انت مش ليك ماهيه؟ هي دي ماهيه دي. والواد راح مني يا ولد ما تزعلش. والواد راح مني يا ولد في شربه ميه عشان 15 جنيه. والمفتري دي بيكسب في اليوم الواحد الاف مؤلفه. ربنا يهده ويوريني فيه يوم ويأذيه. ايوه ربنا يأذيه زي ما أذاني في عيلي وضلايا. تعرف كل يوم يأذي بدل الواحد مية. غريب والأكادة كده ان ربنا بيديه بالزوفة. امسك حاجة. امسك يلا بينا عبد العزيز. نشرب شاي معاه. خلاص يا عبد العزيز نشربها في اي حتة تانية. طب يلا بينا. سلامة. مع السلامة. ما يحرمكوش من الزوق يا رب. ايه مالك متنح كده ليه؟ ما هو كده بانت خلاص الفلوس طلعت بتاعة صاحب الكباريه المفتري. هو سرقها وربنا بعتها لي. يعني ايه؟ يعني الفلوس دي مش هترجع يا عبد العزيز. الفلوس دي انا هعيش واصرفها على الناس اللي استحقها. الخبريه فين؟ انت عاوز تعمل زي ارسل لوبين
يعني تاخد الفلوس من الاغنياء تديها للفقراء. ايه ده يا عزيز ده؟ ايه ده يا عزيز ده؟ ايه العمق الداخلي اللي جواك ده؟ لا هو كده بس اسمع، ده سر مفيش مخلوق يعرفه. ها لازم تحافظ على السر، عهدني انك تحافظ على السر. خلاص السر كبير بس فكر. لا فكر. انا فكرت، فكرت يا عزيز، فكرت وقررت. خلاص الفلوس دي مش هترجع، الفلوس دي انا هصرفها على اهل حتتي اللي يستاهلوها، اللي هم اولى بيها، ناس الغلابه. انا اشتغلت مع حراميه وتجار عرض، ما تنساش ان واحد فيهم كان هيدخلني السجن ظلم. لا بكلمك من الحاره، ما الحاره فيها تليفون. لا لسه الاهلي شويه، يبقى كلمني كل شويه عشان اطمن انه شغال. يا سته دكتور عمرو اهو. اهلا 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 يا دكتور. اهلا يا دكتور، اتفضل استريح. اهلا يا دكتور. اهلا اهلا. طبعا انت دكتور ومن اهل حتتنا ويهمك مصلحتها. طبعا نخش على الموضوع على طول. احنا عايزين نفتتح مستوصف كبير، عايزين نعمل مستوصف في الحته هنا يبقى فيه كل التخصصات وعلاج شامل باجر رمز. ده بس اتكلم الحمد عزيز يقولك اتكلم. احنا ما يهمناش فلوس، انت تؤمر وعليك تعمل لنا بيان بكشف كده ايه اللي طالبه واحنا ننفذ. ده شيء عظيم جدا ومجهود تشكروا عليه. الله يخليك. وانا تحت امركم. خلاص اتكل على الله وجهز المطلوب. عينيا. ابى استاذن انا. مع السلامه. استاذن. مع السلامه يا دكتور، عندي سنه مش واقف رجلي. الله عزيز. عينيا. عينيا. السنه المجالي. انت متاكد الراجل ده دكتور؟ ايوه يا اخي دكتور، هو شكله كده اصل امه اتوحمت على حدايه. انا فرحان عزيز، انا فرحان. الراجل صاحب الكباريه اللي رفض يعالج ابن الغفير بتاعه، احنا بفلوسه هنعالج الغلابه العينين اللي في الحته هنا. لا ما تلاقينيش بقى، ما تلاقينيش، وقول لي الفلوس حضرتك فين؟ قلت لك انسى انسى عزيز، انسى. المحل ده يا عزيز، المحل ده هنخليه اكبر معرض موبيليات في الشرق الاوسط. فل الفل يا سته. بقول لك ايه، احنا ربنا هيكرمنا عشان الراجل صاحب المحل المكواجي اعطينا له قرشين كويسين. بس لازم نلم ايدينا شويه. لم ايدينا؟ لم انت نفسك. لم ايديك يا عزيز، احنا فينا عشان لم نفسك. يالا لم نفسك يالا يا عزيز. بيقولوا عقبال عندك ورث. ورث مين؟ يا اختي بيقولوا خالته. قال ايه؟ عندها حته ارض دخلت في زمام المدينه، ما كانش تسوى نكله، دلوقتي تجيب ملايين. يا اختي سته، ده ابن حلال يستاهل كل خير. يا اختي، واللي في جيبه مش ليه. بقول لك ايه، بيقولوا مش هيخلي حد في الحاره هيحتاج حاجه. ربنا يبارك لك يا سته. يا رب. الحكايه دي فيها سر. ايه الفلوس دي اللي نزلت على سته مره واحده؟ بيقول لك الشغلانه بتاعت الروبيكا دي فرقعت معاه قوي وكسبته كتير. كسبته ايه يا سعد مجيد؟ قول كلام جد. الله، امال هتكون ايه الحكايه؟ ده حتى لو كان ال 10,000 جنيه اللي بيقولوا عليهم سارقهم ما تخليهوش يصرف الصرف ده كله، ده صرف دلوقتي فوق اكتر من 100,000 جنيه. الله الله الله، انت هتقلقني ليه بقى؟ الحكايه دي تحير. مرحبا باشا، تسيب مجالها للباشا.
كلاب كلاب. التسريحه كان فيها 3 مليون دولار، يعني اكتر من 6 مليون جنيه مصري. واحنا كنا نعرف فين بس يا سعاده الباشا؟ وانا لازم اقول لك على كل اسراري. فلوسي كنت مخبيها عشان لما البوليس يجي يفتش ما يلاقيش حاجه هاجي ما لهاش. هنجيبه، هنجيب الواد اللي خدها. وانت ما كانش عندك التسريحه؟ عشان بتاع عزيز. على شويه غيره فاضيه تضيعها من ايدي اكتر من 3 مليون دولار؟ ده انت ما تساويش نكله. ممدوح ما تزعلش نفسك، تسريحه عليها وهنجيبها. ازاي؟ انا اللي اقول لك ازاي برضه يا ملك. اسمعوا، الواد بتاع الروبيكا ده عايزكم تجوا وتختصوا وتجيبوه من تحت تقطيع الارض، تلف على كل المعلمين بتوع الروبيكا اللي في مصر لحد ما تلاقوه، مفهوم؟ حاضر يا سعاده البيت. دكشر تحت امرك يا باشا. لو ما جبتش الواد ده يا دكشه رقبتك مش هتكفيني. هجيبه يا باشا هجيبه. اوعى تغلط قدامه باي حاجه. ماشي يا باشا. ده لا يكون باعها ولا سلمها لاي حد ما نعرفش نوصل له. يا سعاده الباشا اطمن، هجيبه لو في حوض البحر الابيض المتوسط. هجيبه يا باشا. الست اللي اسمها هات دي بقى بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه على البال؟ ايه على البال؟ اعقل وقول لي فين الفلوس؟ يا عزيز ايه يا عزيز؟ يا نهار ابيض يا اخويا مبروك ست صلاه طمنيني بسرعه. كله تمام التمام، دول ما صدقوا اني كلمتهم. بتتكلمي جد؟ جد بجد. الله، ده كل اهل الحاره يتمنوا يجوزوك بناتهم. اديلك بنصيبه يا عبد السميع يا جوزي، انا عارفه ما طلعتش بتاع روابيك يا ليه. سيبك من عني كفته دلوقتي، خلينا فيها. المهم اروح لهم امتى؟ اي وقت يا اخويا، دول مستنيينك على احر من الجام. الحمد لله الحمد لله، انا ابن حلال. الله يبارك فيكم. مبروك، الف مبروك عليكم. انت انا مزغلطه طبعا يا اخويا. امال ايه؟ والله ما انت مزغلطه، زغلطه يا عبد العزيز. يا لهوي. السلام عليكم. مساء الخير. اهلا اهلا، ازيك يا فرخه؟ فرخه برضو؟ عملت البطه فرخه؟ امال بقى السنه هتقول لي ايه؟ كتكوت؟ خلاص فرخه بطه، كلهم بيبيضوا. البنت دي مشكلتها ذكائها، لو ربنا خد من مخها وادك اسمها هتحل مشاكلنا كلها. اتفضل يا ست، اديهم خبر اللي احنا جينا. عندهم خبر. ماشي، كله نعم. طيب. ممكن اتكلم معاك على انفراد؟ انفراد ايه؟ ما هو غلس ودخل معانا، وبعدين ده مش غريب. يا اخي عايز اتكلم معاك على انفراد. ماشي، حاضر. نمر. سكة، عندنا ضيوف. اقعد هنا يا تخين. ماشي يا وز. طب والله طبعا في استهزاء. اتفضل يا اخوي. اتفضل يا حبيبتي. اقعد يا ضمايا. شوف يا ابن الحلال، انا طبعا عارفه انت جاي هنا ليه. ليه يا حاجة؟ عشان تتجوز امي. ما هو ايه؟ مش عيب يا اخي تيجي تتجوز امي؟ هنغلس على بعض ونتجوز امهات بعض، يعني يخلصك مثلا اجي اتجوز امك؟
تتجوز امي ازاي؟ افرض يعني، ولا بلاش دي، خليني ست احسن. اتجوزت ابوك وابقى مرات ابوك، دي مش هتبقى حاجه بايخه قوي؟ هلودك، حمنا عنك الاكل والميه، واذا عاوزت تاكل هاكلك عيش سن وهطلع عين اهلك. ده غير الزنب اللي حدها لك عند ابوك واحنا نايمين بالليل، والعلق بقى تشتغل، وهخلي عيشه اهلك هبال. عليكي منطق في الحكم على الاشياء، مخك ده غريب. ماشي، طلباتك يا حماتي بطل. طلباتي يعني الحلال انك تجيب امي في حالها وتروح تتجوز اي حد تاني. امي دي انا محتاجاها، ما تجيش انت وتاخدها مني. انت كل الستات ممكن تتجوز، لكن انا ما عندي غير الام دي. بس بس يا حبيبتي، بس ما تعرفيش. بس يعني اتأثرت؟ ايوه ايوه اتأثرت يا بطل، اتأثرت. بس اللي عايزك تفهميه ان انا اذا كنت بعز والدتك انا بعزك انت كمان. والنبي بطل قرا وخلينا عمليين. قرا ماشي، خلينا عمليين. شوف يا حبيبتي، اللي عايزك تفهميه ان انا مش جاي اخد من مامتك غير اللي يفضل مني. خدي كل حبها، خدي كل حنانها، وان فضل عندها حاجه قد كده اهو هبقى اخدها انا. انا مش جاي احرمك من مامتك ولا احرم مامتك منك، لا. بس بدل ما يبقى عندك ام هيبقى لك ام واب. واذا كنت جاي عشان اسعد مامتك فانا عايز اسعدك انت كمان. انا طول عمري بحلم ببقى محتاج زوجه، محتاج ضنا. نفسي ابقى باباكي، باباكي انت بالذات. صح يا قولي، كمليها، قولي يا بابا كلمه نفسي اسمعها. قولي يا حبيبتي، هعوضك عن كل اللي فاتك، هجيب لك اللي نفسك فيه، هحطك في نمنا عيني. يا اهلا وسهلا. مش قولي يا حبيبتي اني ست هنا. انت تعرف طبعا خالت ماما. اهلا وسهلا، ازيك يا خالتي؟ لحقت تبقى خالتك؟ اهلا يا ابني. يا زينب يا زينب يا زينب، ستة هنا، هو غريب. تعالي يا حبيبتي. نورت يا ستة. ربنا يخليكي ونور عليك يا ست زينب. يا مات يلا يلا، هنفضل واقفين كده، مش عايزين نقفش في المسائل كده معقده، يعني عايزين نقول ايه. قولي يا ابني. لا حضرتك اللي تقولي. قلت ايه يا خالتي؟ اقول ايه في ايه يا حبيبتي؟ يعني كرؤيه ملحميه في المساله، يعني حضرتك عارفه انا جايه ليه؟ اذا كانت بنت المعروضه عرفت انا جايه ليه. عارفه يا ابني، ربنا يتمم بخير. الحمد لله الحمد لله. وانا اوعدك اوعدك ست زينب ان انا اكون زوج مثالي وان شاء الله. بطل حديقه وصلي على النبي. الخطوبة دي امتى ان شاء الله؟ يا خلاص على طول كده، يوم الخميس الجاي هنعمل حفلة قدك. بس بفكرني يا عزيز ده. والله ما انت بغلطة، ظهرت يا عزيز. مفيش منطقة فيك يا مصر لما قلبناها ما فاضلش الا المنطقة دي. فكرك هنوصل له؟ ايه اللي هنوصل له يا ايما؟ كل حيبقى في الثمانيات بالصلاة على النبي. مين قال حاجة؟ يا معلم اهلا وسهلا. ايوه خدمة. نار وشك. معاك فل. الله، انا شفتك قبل كده. انت منين يا معلم؟ اسكندريه. وقلت ان صوتك حلو. من هناك. فل. وانا بقى من هنا. قشطه. بقول لك ايه؟ مساء الخير يا استاذ بيه. يا دكتور رايح فين؟ انا جاي حالا، كلهم بينضفوا فوق. ديك الله، اسعى. كله 10. الو دلل. ربنا يتمم بخير يا ستنا، يا مدعمنا يا معالجنا. حلو يا فندق، بس انا السباكه في شكوى بالسباكه. ها عايز السباكه والصرف يبقى حلو من عينيا. اهلا يا حاج، اهلا. ازي ابنك مش شغال كويس؟ عالي العال، ربنا يخليك طول عمرك. الله كده احسن بقى، ولا كنت اديت القرشين ضاع ودورت على غيرهم؟ ربنا يبارك لنا فيك يا رب. الله يكرمك. خير يا ستة بيه؟ يا شباب انا اهلا يا ازيك يا حاج؟ اخبارك ايه؟ الاولاد ماشيه بخير. ازيك يا ستة بيه؟ اهلا ازيك يا حاج؟ ايه ايه اخبارك؟ والله يا ستة من ساعه ما رئيفنا سوق انضرب. ايوه يا ستة. ازيك يا بيوم؟ جمال جمال. بقول لك ايه؟ ما تيجي تشرب واحد نسكافيه. انا ما بشربش غير شيء. Thank you.
بالك من الحاجات دي؟ انا يا بيه. والبرج ده بالذات. حاضر يا بيه. ألف مبروك يا عريس. مبروك الخطوبة عروسة. أهلا يا حبيبي. فرحت لك رحمة أبويا. قمر القمرة يا مشمشة يا مشمشة يا مشمشة يا أم الجمال والنعمشة النعمشة والنعمشة قمر القمرة يا مشمشة يا مشمشة يا مشمشة يا أم الجمال والنعمشة النعمشة والنعمشة ليل ونهار يا قمر تحلى معاك الدردشة البطة تحت في الشقة. سلام للنقطة. سيبها ازاي؟ ثانية واحدة. الليلة حلوة يا بتدلع اوعك علينا اتمنى الليلة دي حلوة يا بتدلع اوعك علينا اتمنى الليلة دي حلوة يا بتدلع اوعك علينا اتمنى اه بلاش تسوق بس دلالك للقلب القلب متقلي ولع الواد ستة ساكن في المنطقة دي أكيد يلا على الأستاذ ستة نعم أخويا ستة بيه كمان أو بلع عندك النهاردة صوته لا إن شاء الله ربنا هيكرمه أوي زينا رجالة الليلة حلوة يا متدلع اوعك علينا تتمنى يا حلوة يا بلاد العروسة بترقص فيها وبنتها في الفرح زي سامية جمال في الأفلام للقلب متقلي ولع والليلة حلوة يا متدلع اوعك علينا تتمنى الليلة حلوة يا متدلع اوعك علينا اهلا اهلا الحمد لله على السلامه الله يبارك فيكم وحضرتك تبع العروسه نعم صح دايما نسال المعازيم علشان العشاء على القد ومحدش عشاء غلط لا مؤاخذه انت على كده بقى مش عارفني لا والله مش واخد بالي يعني التسريحه نعم التسريحه اللي اشتريتها من نايت كلاب نعم الرقاصة هلا نعم الرقاصة الشطاحة اللي بتتمايل ذات اليمين وذات اليسار خسئت يا ابن المقفع من الطارق على الباب انت هتصعبط عليها هلا ولا ايه نعم فمن كده بقى انك مش عايز تتفاهم معانا اتفاهم على ايه بالظبط هلا هلا الفلوس يلا الورق الاخضر الدولارات انت بتتكلم على حاجه ما عنديش فكره عنها بقول لك ايه احنا مش سهل يا بابا واذا ما تفهمتش معانا هتضيع بابا بابا ايه روح مين الناس اللي شكلهم الاوجر دول لا مفيش حاجه روح انت يا حبيبتي نعم قلت ايه قلت لا اله الا الله محمد رسول الله شوف بقى بصراحه انا لو شفت اي كلب فيكم عتب هنا تاني انا قطع خبره فاهم حمار
تضربه. بنات فلوسي والحب انا جايب ناس حسب المطلوب. يا ابعد عني لموتك، ابعد عني. مظلوب فلوسي والدوب انا جايب ناس حسب المطلوب. ما جابش نتيجة معاك. اقعد على الكوشة، اقعد على الكوشة يا جميل يا قمر. يلا عمال. اعمل بغير وسيد السندوني. بين القوبي يجي يا عنطرة، انا جاي ناوي على الخط. هنام انا. ايه ده؟ لا اتكل انا بقى. رجالة يلا بينا. يا خلق الله. اما حته الحفله انا مش قلت لكم ان انا اعمل لكم برنامج ما حصلش؟ اه انت ضربت ضرب يا سته. امال ايه؟ انما مين دول؟ مش عارف. المهم ايش هت ضربتي؟ ضربت الحمد لله. في ناس كده غاويه تطفي الشموع الايده. هم دول اللي بيكسروا الافراح. يلا مش عايز كلام كتير، البوفيه مفتوح، اتفضلوا وراي. بس انا دلجشتهم. ايوه. عايز من ده اتنين؟ ها؟ اتنين؟ لا سته. من الخمس موديلات؟ لا عايز من الست موديلات، كل موديل ستة. يا واضح ان حضرتك بتحب بنتك قوي. قوي. انا بحب بابا ستة قوي يا ماما، عمري ما حبيت حد زي ما حبيته. هي امتى الدخل وامتى هيجي يقعد معانا في البيت؟ قريب يا حبيبتي، احنا كمان هنوضب شقة جديدة حلوة قوي، وبابا ستة قال انه هيعمل لك اوضة لوحدك مخصوص فيها كل اللعب وكل حاجة انت عايزاها. امسكي يا زينب، امسكي منها يا زينب، امسكي منها، امسكي يا بطه حبيبتي. يلا هذا راجل. شاكرين، شاكرين جدا والله. ما انت ماشي، استنى امسك، خد، لا خد، لا خدهم كلهم. يلا ما تطولش. ايه رايك بقى يا بطه في الحاجات اللي انا جبتها لك دي كلها؟ والله حسب الحاجه اللي انت جايبها يا بابا. الله، حلو قوي كلمه بابا دي. زينب، زينب ما تقوليش العابي، الناس بتتفرج علينا. ما انا عارف انك بتطلع والنعمه. جيت البطه تلعب بيها. واحنا نازلين هجيب لك فساتين كتير قوي كمان. اه عايزك تبقي احلى بنت في مصر، واجوزك سفير بلجيكا. ستة، شفت يا ستة اللي حصل؟ ايه؟ عملوها الكلاب. اكيد كانوا بدوروا على الفلوس، عشان كده كسروا اوضتك. انا خايف يكونوا عطروا على الفلوس. ما تخافش، ما تخافش يا عزيز، ولا الدبان الازرق هيوصل لهم. الحمد لله، بس واضح انهم هيشغلونا في الازرق. مسيرهم يوم يهبطوا، تجارتهم مش مشروعه والحكومه بتطاردهم. الله، جبت ست الاوضه، جت الحكومه تنط. فين ست؟ ها حظبط. اتفضل معاها على الاسم.
ليه خير؟ علشان نعمل محضر بحادث التكسير اللي حصل ده. ايوه بس شرف حضرتك ان حصل تكسير. عيون الشرطه ساهره يا استاذ. اه وفي ايه؟ في ايه يا بابا؟ معرفش، ما انا هروح اعمل محضر وهنعرف منه كل حاجه. طب امال مين اللي عمل كده يا ست؟ معرفش يا زينب، ما انا هروح الاسم وهنعرف من الضابط وبعدين شرطه ساهره. ما تخافيش، خد بالك من زينب بطه. ها شعليه يا ست. اتفضل يا الضابط. هو احنا رايحين فين ان شاء الله؟ نخلص وحياه امك. وحياه امك؟ يا شرطه بتقول وحياه امك؟ شرطه ايه يا ابن؟ اطلع يا اسطى. خلاص احنا وصلنا وانا هتفاهم مع البين مامور. يلا انت هو غير هدومك. حاضر يا بين. ايه ده؟ هو ده الواد اللي سرق الدولارات؟ وانت؟ انت زعيم الحراميه واللصوص وتجار قوت الناس يا حيوان؟ وانا ده اتضح انك زعيم الابلسه. لما اتهمتك زمان انك سرقت الفيديو وال 10,000 جنيه عملت شريف. ادي انت بتسرق الملايين يا روح امك. اه لسه يا حرامي بقى كنت مرقد يا اخويا. ها كانت خطه قديمه. خطه قديمه ولا خطه جديده، انا ما اديتش ايدي على حاجه وما سرقتش. لسه بتقول ما سرقتش؟ ايوه ما سرقتش. وما تعبوش نفسيكوا، ما سرقتش وما تعبوش نفسيكوا. ولا مين سعادتك؟ اشتغلت يا لو عامل نفسك مش عارفنا. روح امك. ايه الحكايه يا اخوانا؟ روح امك روح امك روح امك. مفيش روح ابوك ابدا. سيبها الرفشه. سيبها الرفشه. تعال اما اقول لك. تعال هنا. اسمع هلا. ايوه بيه. الهزار ده هناك. حاضر. هنا مفيش هزار. ماشي. صبياني ممكن يهزروا لكن انا لا. طب ليه بيه؟ ليه متبذل صبيانك ظريف كده؟ ليه مغتت معايا؟ عشان انا بقى بتحلم، قصدي بتقتل. عليك نور. اسمع هالة. نعم. أنا عايز فلوسي، فاهم؟ أنا عارف طبعًا إنك صرفت 200,000 دولار، مش مهم. ترجع لي باقي فلوسي ويا دار ما دخلك شر. مش فاهم البؤرة المحورية في الكلكعة الأساسية لحوار سعادتك. اسمع، قدامك 24 ساعة ترجع لي فيها فلوسي، وإلا مش هتلحق تندم. ماشي يا ماشي يا بيه. ماشي يعني بعد اذن البهوات ممكن انا استاذن اروح. مع السلامه. الله يسلمك. طيب شاكرين شاكرين على امك. سيبوه. اه ست اهو تعالى يا ست. معلش مباشر. ايه ايه في ايه؟ لاقيين بطه يا ست. مش لاقيين بطه. الو. ايوه موجود. تليفون عشانك ما تزقش. الو. انت طبعا عارف اننا خطفنا البيت. ايوه بس احنا اتفقنا على مهله لحد بكره. عايز افكرك لو انك بلغت البوليس هطير رقبتها في ثانيه. يا ندال. ميعادنا بكره. اوعى تنسى. انا ما بهزرش يا ست. مع السلامه. الو. الو. في ايه؟ في ايه؟ انا عايزه بنتي، عايزه بنتي يا ستة. حاضر حاضر يا زينب هجيبها لك. اطمني. اهدي انا هعرفك كل حاجه وهشرح لك كل مش حاجه. مش عايزه اعرف حاجه، عايزه بنتي يا طيب. ستة. طيب تعالى يا عزيز. بالبقين اللي انا دلقتهم دلوقتي يبقى احنا عرفنا كل حاجه زي بعضينا. الله بتتكلم بيها فين؟ الله بتتكلم بيها انا؟ انت مش قايل ده سر هتحتفظ بيه؟ سر ايه يا عزيز؟ دي مساله حياه وموت. انا ما يهمنيش الكلام ده كله، انا كل اللي يهمني ان بنتي ترجعها. خلاص يا زينب بنتك هترجع لك. وهترجع الفلوس يا سته؟ لو ما لقيتش حل غير ده يبقى لازم ارجع الفلوس. انت اتجننت؟ ترجع الملايين دي كلها؟ لا يا عم دالي، ما تيجي تفكر بدالي. ما هو ده اللي انا هفكر فيه. انت لسه هتفكر، انت عندك كلام تاني. ايوه زينب اصل المساله مفيش اصل. ما لو كانت بنتك ما كنتش فكرت كده، كنت من غير تفكير رجعت الفلوس وجبت البنت. ربنا يعلم انا بحب بطه قد ايه. لو كان عندي بنت ما كنتش حبيت الحب ده، وعشان كده خطفوها ماسكني من دراعي اللي بيوجعني، لان الرؤيه الحقيقيه. ما تقوليش رؤيه، انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا عايزه بنتي. لا حول ولا قوه الا بالله. حاضر حاضر. اهدي بس يا زينب يا بنتي، ضروري ستة هيتصرف. هيتصرف يعمل ايه؟ معقول هنبلغ البوليس؟ طبعا ما نقدرش نبلغ البوليس. ما لو بلغنا البوليس الراجل الشرير ده هيموت البنت. وهتقولوا ايه للبوليس؟ هتقولوا ان ستة سرقت فلوس من الراجل ده؟ وانا ما سرقتهمش. ما احنا عارفين يا ستة، بس هيبقى فيها سيم وجيم. على عموم المحور الاساسي. ما تقوليش محور، هتجنني.
بلاش الرهاصات. ولا رهاصه ولا رهاصه، انت بنتي انت بنتي. هنعمل ايه؟ انا عرفت السوبر ماركت في البيع والمشتري جاي لي كمان ساعه. ربنا يفك الكرب. اللهم امين. الفلوس يا اخويا اللي اديتهم لي عشان ابيهم دورين، قوم خدهم مش عايزاهم. وانا هبيع دكان الفول المدعم بتاعي. خلاص بقى، اهل الحاره ما لهمش نصيب ياكلوا فول مدعم. ونبيع العياده الشامله والمستوصف المجاني وكل المشاريع الكبيره اللي انت عملتها لاهل الحاره. واحنا بقى نجوع وندي الفلوس للراجل الحرامي عشان فلوسه تزيد كمان وكمان. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. لا مفيش حاجه هتباع. انا قدامي تكه، لو نفعت هنرجع البيت ونحتفظ بفلوس. والله يا عبد العزيز خلي دول معاك. ربنا يوفقك يا اخويا. هتتكلم بصوت خاسس علينا ايه؟ ماشي يا باشا، بتدخل صوتك زياده. ست دي يا ست ست. اوكي ان شاء الله هنلاقيها. امال يعني هتروح من هنا فين؟ طيب كل واحد يدور من ناحيه، ولا تحبي احنا الاثنين ندور من ناحيه واحده؟ عشان كده كان عايز مهنة 24 ساعه. دوري هناك وانا ندور هنا عشان ادور على البنت. طيب يا ست. لا انت دوري هنا انا ادور هناك، ولا تحبي انت دوري هناك وانا ادور هنا؟ لا انا احب اللي انت قلت عليه الاول. من هنا هتدوري من هنا؟ اه. طب اشمعنى انت دوري من هنا انا اللي هدور من هنا؟ لا انا هدور من هنا. انا اللي هدور من هنا علشان انا عارف انا هروح فين. ابراهيم مالك في ايه؟ البروكه البروكه في سي يو باي نايت. جديدة. هي شتمة. ايوه شتمة. انا بقالي في الشغلانة دي 50 سنة. تبقي عجوزة. ما تطوليش لسانك، ربنا ياخد من مخك ويديهولي. الله 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 الله. ايه بنت الكلبوية؟ الله الله الله، ايه اللي بتعمله في وشي ده؟ لازم جيبي جابتها فهيمة بدل البنت نادرة اللي اتجوزت. تبقى وحشة قوي. وحشة قوي؟ اتلمي بقول لك ايه. وهي بنت وغلبت في ايه؟ الله 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 الله. يا بلا اهلا اهلا. ده ايه ازاي؟ اهلا اهلا. لا اللي عليك والبيت ده ايه ده؟ عايزاني البس زي الرقاسات الشطاحات؟ سيدة سارة ثانية بس استوت اللسان ومش عايز شغل النسوان ده. انا كراجل. يا بلا لا. طيب خلاص يا بلا لا. هتنين اهلا. الله هلا قدامكم. هما هتلاقي فين؟ لا يلا يا بنات اطلعوا برا وابعتوا لي رجاله. يا بتاعت رجاله يا وحشه. رجاله وحشه انت بنت صيحه. بنت بقى قلت لك روح كده.
كتي عندو عندو بنتي كتي كبا بيجكم عند الكسر الله بنتي كنا إنا سمر كوبانا إنا كنتين من إن البيبي البطني إنا هم كتي إنا هم ما إنا كتي من ها أولا 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 مالي سمر كوبانا راش كوبانا أميتا بيجان إنا هي كتني ها عملت اللي عملته انت بالظبط. طب وبعدين؟ نهي نهي كتني هنا هاتشوتا نهي سيدي الكوبالا سيخ مضحك ولا معانا قول لي مفيش فايده دورت في كل سنتي مفيش فايده انا ده واضح انها مش هنا وبعدين امي تم تشام يلا بينا نخلع بعد ما نكشف انا مش شايف كده نهي نهي كتني نهي تعال اكتشفت ان البنت مش هنا وكويس قوي انك جيت لانه كفرت علينا مكالمه كنا هنقول لك فيها على مكان البنت لما تجيب الفلوس انت طبعا تعرف بولاق بكرور في مزلقان قطر بعد المزلقان هتلاقينا في انتظارك ومعانا البنت بس اياك من التصرف الغلط لو شمينا انك تهورت وبلغت البوليس ده معناه ان رقبه البنت طارت وساعتها شاطر هيبقى ذنبك على جنبك ولا سيبوه 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 على السلامة اخويا على السلامة خد فصل دي حواجب اي اوامر يا باشا خلاص يا ستة نويت مفيش قدامي حل غير كده يا خسارة الفلوس طب ما بلغ البوليس يا ابني لا قلت لا انا ما اقدرش اضحي بنوفر من بطه علشان خاطر فلوس طب نيجي معاك يا ابني بعدين يعزوك لا مش عايز حد معايا بس انت طمنوا زينب ان انا مش راجع غير ببطه حتى لو كلفتني الحكايه دي حياتي مش الفلوس قول لله يا رب رايحين على بولاق بكرور طب خدوني معاكم معانا يلا تعالوا العربيات هنا تعالوا تعالوا معايا يلا يا العربيات يلا يلا باشا
برافو. هاتوا البنت. خد منه شنطه. ماشي. لا لا مؤاخذه. سلم البنت الاول. هاتوا البنت بسرعه. حطها في العربيه. ماشي يا باشا. دكشه. بسرعه.
الله يخرب بيتهم، الله يخرب بيتهم. ايه في ايه؟ افندي معاه بنت صغيره وقفل المسدس وخد الثلاجه من العربيه وجري. طب تعالى معايا. يا ريت. Thank you.
احنا متشكرين قوي يا ست على البطوله، متشكرين كمان انك بلغتنا. انا؟ ايوه انت اللي بلغت الشرطه. وبالطريقه دي لك في ذمتنا 10% وبالحلال. ايوه بس كان لازم ارشد باسمك عشان المكافاه. اسكت بأمرك. انت عظيم يا عزيز. سليمة الحمد لله سليمة. مالك يا سليمة؟ قول أي حسب الله. لا حلو قوي. مين في بيتك كنت هتودينا في داهية؟ سريع على مية. إيه اللي عملتوه في الموتوسيكل ده ولا بارسي؟ الحمد لله سليمة الموتوسيكل مية مية سليم والكلاكس شغال بس إحنا اللي بايظين. أنا عايز موتوسيكل سليم والعجلة قدامنا اتكسرت. لا طب خد رجلي عبد العزيز الورانية. إزاي رجلي؟ أنا ما عنديش ستيبل ما أنت عارف. وفي التانية كمان. انا هروح فيكم في 60 دقيقه قدام على اسم نصابين حراميه. اوعى تقول حراميه نصابين، معقول؟ لكن حراميه ازاي؟ اخرس انت تخرس. ايوه بيقول لك انت تخرس يا تخرس. انت بالذات اللي تخرس. سعادتك عايز مين في اللي يخرس؟ ما ترسلك على بره عشان نبقى حلوين مع بعضينا. الشنكمانات يلا. لا لا شنكمات لا، احنا لا مؤاخذه ما نضربش بالشنكمات، فاهمني ولا لا؟ فلوسك تاخدهم على الجزمه القديمه قدام الرجاله. معاك كام عم عزيز؟ معايا اللي معايا. قول لي معاك كام؟ عشان راجل. الموتوسيكل بكام؟ الموتوسيكل لا يتكلف برضه اليومين دول. انت معاك زي اللي معايا؟ معايا زي امبارح. انت عملت زي امبارح. بس الواد عباس. الواد عباس ما هو هجيب لك الفلوس هنا علشان هو معاك. وعباس جاي 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 وهتاخد فلوس. الله عباس اهو تعالى. مش شايف هندية؟ تشكر ابو يوم يا امير. الحساب يا فندية. خبريني مالك؟ احنا عم تيجي. اطمن على حسابي فيها ايه دي؟ ما لسه سمون ضربني دلوقتي في 120 قرش، وانا يوميتي كام؟ دي مراتي هتولد. اديله وسافر عليك يا ستة. الله 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 الله. خد خد يا سيدي. مستاهل كل خير. انت بتقول مراتك هتولد؟ توأم. يلا بر مراتك ودواماك. يخرب بيتك يا ستة، دول اللي معانا. معلش بكره طفرة جديدة. الله يا غير، ده ما عندوش لا ست ولا عيل ولا توأم ولا حاجة، ده هيسكن بيهم. احنا ما حدناش الأضب، احنا خارجين شغل. اسكت يا زيزو، المهم دلوقتي إن أنا فكرت في شغلانة هتكسبنا ذهب وبعيدا عن كل مخاطر، بس أنت اسمع كلامي. تصدق بالله؟ نعم بالله. أنت هتوديني في داهية. هنلعب. ودلوقتي يا حضرات، دلوقتي يا حضرات، عايز منكم راجل شديد يكون واضع من سرسوب امه. فين يا حضرات؟ مفيش راجل؟ مفيش فيكم راجل؟ انت راجل؟
انت عايز لك فنطاسين محلول الجفاف. انا عايز راجل، عايز راجل. راجل مش دستة. انت راجل؟ انت راجل؟ طبعا راجل. راجل ولا مش راجل؟ راجل والف راجل. قوم اسمك ايه؟ اسمي عبد الستار الجعيص، وبحقه حقيقي. الاخ عبد الستار واقف قدامنا. انت دفعت كام؟ دفعت 5 ريال. انا سيد الرجال. سيد الرجال؟ دفع 5 ريال تسقيف على ريال. البطل ده هيكتفني بالسلاسل. تعرف تكتفني؟ اكتف اهلك. اتفضل كتفني. كتفني بالسلاسل، وعايز السلاسل تتلف على لحمي لحد ما يبك منها الدم. اوي تسقيفة. خلاص هلي هوب. يا مفتري انشف جامد. شد اوي اكبر يا مفتري. هفى لتبعي. يا رب يا اوي. من قال يا رب غاب؟ ومن قال يا عبد ندم؟ بعون الله تكتيفة من يلا عبابرك يا وي يا وي. صلي على النبي. صلي صلي يا صلي سيدي. 19 ونص. حلو رضا. انا مش قلت لك البالي هتلعب الايزي؟ ربنا يتم بخير يا ستة. يلا بقى قوم بينا ناكلها لقمتين حلوين. ونشرب لنا كاسين برضه. لا كاسين ايه؟ انا ما اشربش. انا بشرب. الله. انا اسكر وانت تاكل المزه. ودلوقتي انا عايز راجل فيكم ما جابتوش ولاده عشان يكتف العبد لله. انا عايز راجل. انا عايز راجل. مفيش رجاله ولا ايه؟ ايوه هو ده. ده سيد الرجال البطل العضل التمام. هيكتف العبد لله. قوم يا ريس. قوم يا حبيبي. روح معانا. روح معانا. روح معانا. يا سليك اسم الكريم ايه؟ اسم الكريم ايه؟ المدب. قوم يا مدب. قوم يا مدب كتفني. قوم المدب هيكتفني. قوم الله يخرب بيتك. وانت عاوز انا بالذات ما نكتفك احنا. وده عيبه ايه؟ ده باين عليه سكران ولا نايم. مالكش دعوه دلوقتي هيبقى كويس. قوم. بقول لك ايه؟ عاملين علينا كومبينه. احنا عاملين لك كومبينه ولا غيره؟ بس روق المنديل شويه هنبقى 100 100. طب خلاص نكتفك احنا بقى دام جايين تستلفونا رزقنا ولقمه عيشنا. انا بقى هكتفك تكتيفه عمرك ما شفتها. كاتب واحنا يهمنا. واخرب بيتك. طب انا هوريلك يا حلو. هوريلك يا رب. لازم اكتفك تكتيفه عمرك في حياتك ما هتعرف تفك نفسك منها. واخرب بيتك يا ابو عزيز. هشوف يا حلو. حاضر. اشرك يا ابو عزيز. طب برجلك. شد شد. بيتك يا ابو عزيز. شد كتفه. فرحان. يلا بقى بالصلاه على النبي ورينا هتفك نفسك ازاي. ايه هفك نفسي ازاي؟ انت مش بطل؟ ما تفك نفسك. حاضر هفك. فك. عايز افك من هنا. فك يا قوي. فك يلا. بس ما تقولش هلا. لا هقولها. واطي عشان منظري قدام الخلق برضه. طيب ورينا بقى نفسك. يا هاي. واضربتني ربطة غلط. تو عليك وعلى الناس. هاي. يا رب. الله يخرب بيتك يا عبد العزيز. فين نطتك يا عبد العزيز؟
يا راي العبيط النور. ايه اللي نزلك دلوقتي يا بطه؟ انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ ابدا مستني متر الانفاق. انا بتكلم جد. ايه قاعد فيها ايه دي؟ طب وايه اللي ربطك كده؟ مزاجي. لا مش مزاجك، انت حد ربطك يا عم سته وادالك بومبا وهرب. حط صوتك، انت عايز تعملي فضايح؟ امال يعني عامل لي جدع وطلعت بقلب وعلى راي المثل من بره الله الله ومن جوه يا رام الله. وفين من بره ولا من جوه؟ ما هو متنايم بالسنين. الله يخرب بيتك يا عبد العزيز. فعلا الانسان ما فيهوش غير لسان. انت زعلت مني يا عم سته؟ انا بهزر معاك. لا يا حبيبتي انا زعلان منه هو. مين ده؟ زيزو عبد العزيز الله يلعنه. احنا هنقعد نتسال كده ونسيبك مربوط وجعان وعطشان؟ خد اشرب. ربنا يخليكي. متشكر يا بطه، انت بنت حلال قوي. عارفه ليه؟ عشان مامتك ست طيبه وست محترمه وابوكي كمان الله يرحمه. انت هتمسكي العيله فردا فردا؟ خلينا فيه، هنفكك ازاي؟ مش هتعرفي يا بطه. لو شغلت مخي هعرف، بس اكلك الاول. هديت تعبت وينشف من صباحية ربنا لحد الليل انا بتعذب ماشي في الشارع عايز حد يفكني مش لاقي محدش عايز يفكني جري ورايا حدفوني بالطوب اللي قال عليا مجنون خارج من مستشفى المجانين اللي قال عليا جربان اللي قال عليا عندي مرض معدي خايفة تعدي يا رب متشكر حبيبتي متشكر انا مش ممكن احسالك جميل ده ابدا جميل ايه؟ واحدة شافت واحد مربوط فكتها هي كانت رابطة بعقل دي كانت خانقة حط صوتك لحسن حد يعرف ان انت كنت مربوط رأيك فيك حق يلا حبيبتي يلا اطلعي عند ماما عشان تستعواقك القعدة معاك حلوة قوي يا عم سيف انت احلى حبيبتي تعرفي يا بطة لو عاملوا رسم قلب دلوقتي هيلاقوكي مرسومة جوه عين قلبي هو قلبك ليه عينين؟ اه وعينيا اللي شايفاكي ليها قلب الله يخرب بيتك انت كنت فين يا جدع؟ انا كنت بدور عليك انا اللي كنت فين؟ الله يخرب بيتك وديتني في داهية فبحطيني خليت رقبتي زي السمسمة بقيت ماشي من غير سمسمة خلاص خلاص يا ستة المهم احنا نشتغل امتى بكرة؟ نشتغل؟ تاني مفيش شغل بيني وبينك انت لو قلت صاحبي ولا اعرفك انت من سكة وانا من سكة يهون عليك العيش والملح انا هشوف لي اي شغلانه تانية اكل منها عيش لوحدي يلا يلا سكران بيك يا الصوم القديمه انا بتاع الصوم بيك يا اشتري دول تفتحنا حليب ان شاء الله رينا ستي بسم الله الرحمن الرحيم اه كويس لا ده سليم وده سليم ده ممكن وريني الجزم لا 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 دول ما ينفعوش دول ما ينفعوش لا دي لها فردة لا ملهاش ناخدها دول ما ينفعوش ودول ينفعوا ادفع في دول 3 شلن 3 شلن في انك وانت حمار بقى سيب دول وتاخد دول ما انا حر دي شغلتي هتعرفينا شغلتنا وبعدين ليه الاباحه دي بقى على الصبح هتشتريهم بالربع جنيه وانا مش دافع فيهم غير بريزه هات جتك البلا وانت حمار الله 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 ليه قله الادب اللي على الصبح دي ما انا اقدر اقول لك يا بغله ها اخسيه على من
منظرك. اسم الله على منظرك انت، والله ما بلغتك معاهم. يا باي جاكباو سخص. الله ما تصطبعي على صبح يا ولية. ولية يا عدم النظر. هتخلعي لي كتفي. هتدفع ربع جنيه. هدفع لك نص جنيه واتكلي على الله. الاسكندرية، العجوزة، مدينة نصر، جمصة، اي سي مرافيا، دميار، راس البر، بي اي سي، اي سي سي، اي سي بي، اي سي الشركة الام. يميننا في التجارة ويسارنا في الصناعة وعيوننا على التصدير. اي سي يكون دائم فكر متجدد. يلا معلم بعضك. قلت يا معلم بعض. يا ده يا معلم اللي انت جايبه ده، دي الحاجات القديمة. دي قديمة؟ دي زبالة. والله مش حضرتك عايز الحاجات القديمة الانتيكة؟ انا اي حاجة كنت بشوف فيها الرمق ما كنتش باخدها، انما كنت اخد كل القديم. شوف ده تانك كان سليم قصيته علشان يبقى قديم. اصل بصراحه انا متخمش، اي حاجه لازم تبقى زباله. معلمنا بيحب الزباله، والزباله اللي بتدوب بكاسب ذهب. انا مش بتاع الزباله يا بجم، انا بتاع الحاجات القديمه، الحاجات المحترمه. وبعدين معاك اشتريت شويه الهلاهيل دول بكام؟ بالفلوس اللي حضرتك اديتها لي يا معلم، 50 جنيه. ب 50 جنيه؟ طب ما تسويش 50 مديم. يا بقول لك ايه، انا عاوز فلوسي وما تورينيش خلقتك هنا تاني. انا ممكن موريكش خلقتي، انما ما اعرفش الفلوس بقى موريلكش. يعني انا معيش اجيبها لك منين؟ لا انا عاوز فلوسي. اجيبها لك منين يا معلم؟ انا هوديك في داهيه مديني على وصل امانه ومعايا صوره البطاقه. ولا يا علي يا حسين هات السوم. يا ساعه معاك كام؟ ساعه كده. طيب يا ستة ارحمونا، مش كده؟ كل يوم كفته كفته كفته، مفيش يوم بطاطس ابدا. والله هتعملوها روح قلبي. ابو حياتي نور عيني. انت بتغزلني يا راجل ولا ايه؟ اخوانا طلائع الشباب تحييكم وترجوكم الهدوء. نحن لا نملك الا الوسادة الخالية. لكتك نسيب. اخوانا اللي فوق لحظة صمت عشان تسمعوني. ايه الحكاية؟ سكتوا ليه؟ اخوانا اخوانا اللي فوق خرجتوا ليه؟ انا مش سامع حاجة، مش هعرف انام، مش هيجي لي نوم. زعقوا شوية. يعني معقولة ست زي حضرتك كده مؤاخذة محترمة تعمل الحاجات دي؟ حاجات ايه يا جدعان؟ يعني معرفش، كان واصل لي أصوات كده لمؤاخذة ذات مغزى يعني. مغزى؟ مغزى ده ايه؟ أنا جوزي حريف في بيتنا يا حبيبي. أيوه حريف في بيتنا يا حبيبي. طيب ارحموا بقى البني آدمين اللي تحتيكوا، برضه احنا لحم ودم لمؤاخذة. دم؟ وأنت لو كان عندك دم كنت سبت الإيجار متأخر عليك. ومادام بقى عمال تطلع مثلي، انا بقى عايز اجري دلوقتي بالذات. ايوه دلوقتي بالذات. احنا ما قلناش حاجه، بس انا مضروب اليومين دول في الشغل، وان شاء الله لما هشتغل هتفرج وهتبقى حلوه. تشتغل؟ انت عمرك تشتغل؟ ده انت صالح، انت وصاحبك اللي اسمه عبد العزيز. ست صباط؟ نعم. انت تتنقلت عليا اسمي صباط. صباط يرحمك. خلاص خلاص صباط اصابات عصابات كله ماشي. ولا ولا اسمع، انا صبرت عليك كتير، واظن ما حدش يقدر يغلطني في الحته ابدا. لما بقى كركبتينك وهوينا. ايوه هوينا. طب ما دام دماغ سعادتك ناشفه قوي للدرجه دي بقى، انا بقول لحضرتك بقى روح ارفع قضيه. قضيه؟ هو انا ارفع قضيه يا حبيبي؟ ده انا باخد حق ايدي. لا يا ست صباط، مش كده مش كده، انت واحده ست وانا مش عايز امد ايدي عليك. لا مد بقى وريني هتعمل ايه. لا يا ست صباط مش كده علشان. ولا نعم. عايز اعرف انت هتعمل ايه بالظبط. انا مش هعمل سعادتك اللي بتعملي يعني. اوعي. ولا بعدين منظر البيت هيبقى وحش عشان. والله العظيم
والله العظيم. لا مؤاخذة، بنتفاهم احنا. سعادتك كنت بتقولي معايا. انا عايز اعرف هتعمل ايه. انا مش هعمل حاجة، انا مش هعمل حاجة، بس عايز افهم سعادتك حاجة، عايز اقول لسعادتك حاجة. اه لا لا يا الباب. لا ما دام مساء وصلت كده بقى لمؤاخذة، انا عايز البيه يضربني. لا البيه ولا انا هضربك. بقول لك ايه، انت تلم كركبتينك ولما في المش مش تبقى تشتغل تبقى تيجي. طب الهدوم لمؤاخذة، اخد الهدوم ضر راحي. لا هتقفل الباب ليه؟ لا مؤاخذة الجو ده مش في اوضتي بقى. انت اصلا مش هتسيب. هي سبب طردتك ليه؟ عشان مفيش شغل، يعني مفيش فلوس، يعني مفيش نوم. طب انا عندي لك شغلانه كويسه قوي. ايه؟ هتشغلني وزير صناعه موزمبيق؟ لا لا لا، هشغلك خدام، خدام محترم. اخرب بيتك، انت عايز ست اشتغل خدام انا؟ وايه يعني؟ عندي ناس محترمين وناس حلوين وتاكل لقمه حلوه. وبعدين دلوقتي ما اسمهاش خدام، اسمها شغال. انا هوديك لواحد معرفه هيوديك تشتغل في بيت محترم. لا 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 لا، انا خدام ولا شغال ولا كامل فخد، انا اشتغل خدام. ولا هم يدفعوا كويس؟ قوي كده. طب سيبنا افكر، انا دلوقتي ما عنديش حاجه في دماغي غير اني انام. تعال اشتغل معايا حمار عشان اخش اوضتي. يلا حمار. سرير. لا المره دي بقى هتصور قاتل يا مكتوب. انت كده ضربه، انت حلوه، انت بطه. الله 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 الله، مش كده يقطعك يا لهوي. اتهد اتهد شويه، اتهد شويه اخ كفته، اتهد شويه، اتهد شويه. الحكومه هتلاقي على خلفتكم ازاي؟ هتوكلكم منين؟ الله يخرب بيتكم يا كفته، يا كفته اتهدى يا كفته. سته والله لا خليك تسعى. الله يخرب بيتك. نسي بقى اتفضل. ايه سته ده؟ ده رقم ايه؟ ما تعرفش ستة؟ ستة يعني واحد وخمسة ستة، اتنين واربعة ستة، تلاتة تلاتة ستة. بني ادم مننا بيه في الاخر رقم، يعني شكل سعادتك يديني تسعة على طول. خلاص 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 خلاص. انا اهم حاجة عندي هنا الامانة. لا موجودة. وما احبكش تكون صرصار. ايه صرصار دي؟ صرصار صرصار يعني، يعني رغاية تتكلم كتير. واللي تشوفه هنا كأنك ما شفتوش. لا ما شفتوش يا بيه. تحافظ على اسرار البيت يا ستة. اه ماشي، ما تخافش، سر كبير. انا ما عنديش اسرار هنا، انما اي حاجه بتحصل تبقى سر. ماشي سر. اه ماشي ماشي. اتفضل اعمل لي فنجان قهوه. انا هبي المطبخ من هنا. حاضر. اسمع. نعم. انا عايز الناس بالليل، عايزك تنظف البيت ده كويس قوي. ايه والله ما هو محتاج نظافه برضه. وبعدين حابب ابعتك تجيب لي شويه طلبات. اتفضل. طيب تشرب قهوه. آه لمؤاخذة البطاقه الله يكرمك، معلش عشان في لجان في السكه بس. هي خدمه يا بيه. اه ما شاء الله ما شاء
اهلا اهلا بالاوساط الراقيه لبيتكم هباب. ليلتكم كوبيا. يا نهار اسود، كل ده اكل هتاكلوه؟ يا خبر اسود، ده اكل يكفي شطر المظلات 5 ايام قدام بالراحه. بتقول ايه يا ولد؟ لا مفيش حاجة، أنا بقول سعادتك واقف يعني مد إيدك عشان في أكل تاني جاي، في جاي كتير. 6 7 قول 8 نخرب بيتك. 8 أيوة 6 نعم. أدخل درينك للناس اللي جوه. مال؟ درينك إيه؟ درينك ويسكي ها؟ آه ويسكي قصده خمرة. دي اسمها خمرة لا مؤاخذة، طافية. اشرب خمرة جميلة، خمرة زي مية النار هتمسح لك كل المسائل. بحبك يا عصام بيه. الله، ولازمتها ايه يا عصام بيه؟ عايز انا اقول لك يا سهير هانم. الله، ده اكسير الحياه، انا عمري ما ذقت الطعم ده. اديها اكسير الحياه دوبل عشان ال انا من ساعه ما حضرتك كنت بتوشوشها في بقها. انت هتعمل ايه؟ انا جايب سعادتك الهباب ده. طب حط ايدك وكحه. حاضر انا ايه؟ لا تقدر سعادتك كمل، ما لكش عربية. هيسكر زي عبد العزيز بالملي، بس عبد العزيز ما بيبوسش. شاين عليه شيء. اشوف يا ابني، مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم، بس انا بقى عليا النصيحه. اتفضل اتفضل سريع ونعم التفكير. تحب تشرب ايه يا حبيبي؟ كرسي معزه. يا نانا، انت قلت تشرب ايه؟ كل فليكس. حاجه ساعة اي حاجه. حاجه ساعة يا نانا. انا يا ابني احب اخد عندك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايده كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر، بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش ب10 امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له ب10. عظيم. ده بعد كام سنه؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ يا مؤاخذه انا مش فاهم حاجه. استثمار يا عمي يعني اشي بره واشي جوه وشغل اخر حلاوه. يعني شغله كويسه وبتكسب. بتكسب؟ اهي بترزق اخر الليل، بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا ابني، انا كل اللي يهمني انكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش يا عمي. تاخد سيجاره سوبر بفلتر مستورده؟ يا ابني السجاير مضره بالصحه وبالمال. مضره بمال مين يا عمي؟ ده انا مش عارف اودي الفلوس فين. امسك سيجاره. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على ايتام. امسك. طيب يا سيدي اشكرك. انت مش قلت انها مضره للصحه؟ ما بلاش. لا والله دمك خفيف. الحاجه الساعة يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجه ساقعه وحاجه سخنه؟ ما انت عارف كل حاجه بالمفتشه. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي، نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله، انت ما صدقت. تخطيشني بال مجروحين عليه. الف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تخطيش. الظاهر يا ابني ان انا هحبك لانك هتشرفني وهترفع راسي، لاني من زمان نفسي يبقى لي ولد افتخر بيه قدام الناس. تنح لي كده ليه؟ بقشيش. نو اي ام بوليس. عندنا ما بيدفعوش بقشيش. يلا حبيبي، مع الف سلامه. جود باي. باي.
على ايه؟ ايه؟ على ايه؟ مش مصدقه طبعا اللي حصل. ايه؟ ما شفتيش قبل الواد الدبالة المفتح وبيضحك على الخواجات؟ لا. اديكي شفت. ايوه بس واحده زيي ما كانش المفروض تعمل كده ابدا. بقول لك ايه؟ ده كده حلوين قوي بالصلاه على النبي. سيبك بقى من القلطه بتاعت المركب. ها؟ حاضر. انزلي تحت السرير. نعم؟ انزلي تحت السرير. ازاي ده بقى؟ انزلي تحت السرير، احنا واخدين اوضه نفر واحد. معقولة دي؟ حبك قوي الورده دلوقتي. حبك. ثانك يو فيري ماتش. نو بكشيش. اي ام ايجيبشن بوليس. ما بيدفعوش بقشيش. مع السلامه. يلا يا جماعه اللي تحت. نعم. ما تطلعوا على السطوح شويه. انزلي تحت السرير. ايه ده انا لحقت. انزلي تحت السرير، الاوضه نفر واحد، انزلي تحت السرير. معقولة دي يا ربي؟ استنى عليا. حاططني في دماغك انت بقى، مفيش في اللوكال ده حد غيري. ثانك يو فيري ماتش، اند نو بكشيش، وانا ايجيبشن بوليس. مع السلامة. بتضحك على ايه؟ شوف الزمن، من كام يوم كنت انا تحت السرير، النهارده انت اللي تحت السرير، سبحان الله غير الاحوال. يلا والله لا اللي فوق السرير مستريح ولا اللي تحت السرير مستريح. يا دمك يا اخي. طب حقك عليا، ما تزعليش. ما هو لازم تفهم اني وطي صوتك لاعرفوا اللي احنا اتنين. ممدوح خليك فاكر ان انا قبلت ان انا اجي معاك عشان نشتغل ونتعب ونعمل مستقبل وبس. واضح؟ واضح تمام. يلا نامي يا حسن، انت ليك هلكتي بالله في طول النهار. حاضر. طيب وانت؟ هنام انا كمان. يعني ايه هتنام انت كمان؟ القمر حاطط حراسه على الباب، هنام على الكرسي، انت هتنام هنا وانا هنام على الكرسي. الله، طب وايه اللي خليك تنام على الكرسي وفي سرير تاني؟ لان لو نمت على السرير التاني الصبح هيعرفوا ان احنا اتنين مش واحد. ويتهد كل اللي عملناه. لا عندك حق، انما ايه الذكاء ده كله؟ لا بقى ده احنا عيال بنحسبها بالكمبيوتر. انا اذنك بس اخد الوساله الخاليه. اتفضل. ممدوح. لازم انت تبقي تحت السرير. الصبح كده. Good morning. Good morning. ايه ده؟ انت جايب اتنين فطار ليه؟ Excuse me, why two breakfast? One for you. Yes. And one for madam. أنتوا عارفين إنك أنت تحت السرير. يلا بينا نفطر بقى أحسن، أنا ميتة من الجوع. أنا اللي هيجنني بقى التدبيسة اللي أنا دبستها طول الليل على الكرسي ده. يتغصغص. بقولك ايه؟ آه. ناوي تعمل ايه بقى بعد ما انكشفنا يا حلم؟ انا بقى ناوي انيمك بارخص طريقه للنوم في اوروبا.
عارف انها تقيلة شوية، بس بكرة بقى هتتعود عليها. انا مش فاهمة لزوم الحاجات دي ايه. شوفي بقى يا ستي، ده اخر طريقة للنوم في اوروبا، اسمها طريقة النوم المريح في مواجهة الريح عندما تتمدد وتستريح. انت ناوي تنيمنا فين بالظبط؟ في اي حتة اسمها لنا ربنا، المهم نحرص على القرشين اللي معانا لغاية ما نشوف اخرتها ايه. انا مستحيل اوافق على كده. بقولك ايه، انت صعت قبل كده؟ لا انا بقى صعت، ثم انا هنا راجل البيت، الكلمة كلمتي والشورى شورتي. هو فين البيت ده؟ اوروبا كلها بيتنا. ساعة حلوة حقيقي. وبعدين فرويد قال عيش صايع تد عدوك على قفاه، بكلمك جد، ساعة جميلة. اوه يا رجلي. وبعدين طول ما انا واقف جنبك مفيش ولا عربيه هتقف. بقول لك ايه، انا هستخبى ولما عربيه